صباح الهنا وصباح النصر وبونجور على حضراتكم جميعا. حلقه جديده ومنتصف الاسبوع، عشان الصبح في الاهلي والافراح لسه مستمره، افراحنا لسه مستمره، وفكره ان احنا نقفل الصفحه اكيد هنقفلها، بس خلينا نفرح شويه، من حقنا ان احنا نفرح لان اللي الاهلي محققه على الارض حتى هذه اللحظه مش حاجه بسيطه ابدا ابدا. صباح النصر على حضراتكم، بونجور يا كريم. بونجور عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم، وبنرحب بيكم جميعا في بدايه حلقتنا النهارده، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وحلقه ومش زي اي حلقه لان حلقه بتعقب حدث مهم جدا وبنحضر من خلالها حدث مهم جدا. يعني كل الشباب في النادي الاهلي الحقيقه عملوا مشوار طويل عريض ودخلوا في يعني مباريات قويه وسفريات وتلاحم مباريات الى اخره عشان في الاخر يستقر الامر بالمنطق اللي لازم يتحقق دايما، هذا كأس في مكانه الطبيعي في النادي الاهلي في دولاب بطولات النادي الاهلي. احنا النهارده طبعا اكيد سعداء وفخورين جدا بوجود الكأس ال11 للامم الافريقيه موجود معانا في حلقتنا النهارده، منور الدنيا، منور الدنيا كلها، ويا رب كل سنه كده ان شاء الله يكون منورنا. الكاس بقى ال12 وال13 كما هي عاده الاهلاويه في كل مكان، يمكن الحكم لسه صفرته نارها ما بردتش، يعني معلنا نهايه الماتش اللي فات الماتش الاخير طبعا، وابتدت بعديها بلحظات مطالبات الاهلاويه بال12 يا اهلي ازاي كده؟ ازاي كده؟ اه والله. بص هقول لك على حاجه، احنا دايما بنطالب اللي بعده طبعا، لكن في الاول وفي الاخر لازم نفرح، لازم نقف شويه نفرح. اكيد اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده نتاج مجهود كبير وتعب كبير جدا وانتقادات تعرضوا ليها وابس اند داونز، حاجات كتيره يمكن احنا حتى كجماهير حتى كمذيعين اعلاميين ما بنشوفهاش قوي، لكن الفريق او يعني مجلس الاداره بالجهاز الفني بالفريق كله هم اللي على درايه بكل المشاكل اللي كانت بتتم والابس اند داونز اللي كنت بقولها لحضراتكم عليها. ففي الاخر يجي المنتج ده علشان كلنا نفرح وكل الاهلاويه يفرحوا، اكيد كلنا سعداء ومتشرفين، ومش اول مره نيجي نحط طبعا كاس هنا يا كريم. يعني بنتكلم عن دوري ابطال افريقيا، لكن قبل كده كان في بطولات كتيره جدا جينا وحطينا الكاس بتاعها والدرع بتاعها، ومش بس في كره القدم، في رياضات طبعا مختلفه. فاكيد بنفتخر بالنادي الاهلي وبنفتخر بكل الانجازات اللي هو بيحققها. عشان كده هنتكلم النهارده بتفاصيل بقى اكتر، وهيكون معانا الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي، ملفات مختلفه هنتكلم معاه فيها طبعا خاصه بالنادي الاهلي على كمان الرياضات المختلفه. هنروح كمان عالميا شويه مع الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه، لان برضو في ملفات عالميه كتيره جدا هامه حاليا على الساحه او مهمه على الساحه. قبل اي حاجه خلينا بس ننوه، لان امبارح كنا بنقول يعني سياده الرئيس طبعا هنأ النادي الاهلي بالفوز اللي حصل، واعتقد دي كانت لمسه جميله جدا وحاجه اسعدتنا كلنا. في الاول وفي الاخر احنا بنقول ان النادي الاهلي يعني مش بس بيمثل الاهلاويه، قلنا ان هو بيمثل مصر، ولو كان في نادي تاني راح بيمثل مصر في هذه البطوله كنا هنشجعه وكنا هنقول نفس الكلام بالمناسبه، عشان بس ايه الكلام يبقى واضح. ده اسعدنا كلنا، وفعلا مجلس الاداره كمان مجلس اداره الاهلي عبر عن امتنانه الشديد للتهنئه طبعا الرقيقه والمحترمه اللي تلقاها من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني بمناسبه الفوز بدوري ابطال افريقيا وكمان التاهل للمشاركه في كاس العالم للانديه كريم للمره التاسعه في تاريخ النادي. يعني بجد تاريخ بيكتب كل فتره، تاريخ بيكتب جديد للنادي الاهلي والرياضه المصريه من خلال النادي الاهلي. كمان وجه مجلس الاداره الشكر والتحيه لسياده الرئيس ولكل مؤسسات الدولة اللي بتدعم الكيانات الناجحة يعني لرفع اسم مصر عليا في كل المحافل الدولية اللي بتحصل، فشيء محترم جدا. وخليني بقى زي ما احنا كده كنا بنتكلم او نستكمل كلامنا زي ما كنا بنقول امبارح، احنا عايزين نبدأ ونتكلم شوية عن كولر يا كريم، لان لما تيجي كده تبص في الاخر كمنتج نهائي انت الحمد لله فايز، انت الحمد لله محقق انجازات كبيره جدا مقارنه باي حد او اقل منافس ليك، انت في حته تانية خالص. ده مش بتكلم بس عربيا بالمناسبه او افريقيا او محليا، ده في العموم. فدي حاجه لازم نقف عندها شويه. لو هنتكلم عن فتره مارسيل كولر، يعني هو كمان توج بلغه الارقام بلقب الرابع في مسيرته مع النادي الاهلي، يعني من بدايه قيادته الفريق تقريبا كانت في تحديدا سبتمبر اللي فات حاجه زي كده، ولحد دلوقتي شخصيه الاهلي موجودة، تحس ان هو كمان فرض شخصيته على الفريق يا كريم، في امكانيات جديدة ظهرت للعيبة، في عودة مرة تانية للروح عند اللعيبة، في أداء رائع، في ثبات في المستوى الرائع، يعني كل ده لازم بصراحة نحسبه لمارسيل كولر. مارسيل كولر من المديرين الفنيين اللي فعلا أعتقد كمان مش بس محقق إنجازات سو فار زي ما بيتقال مع النادي الأهلي، لا لسه قدامه كتير جدا ممكن هو يحققه، أنا متفائلة جدا بالراجل ده بصراحة. مش لوحدك، ناس يعني كتير قوي شايفين إن اللي أنت بتقوليه ده يعني بكل حذافيره، وفكرة إن هو عنده قدرة
القاهره على تطوير مهارات وامكانيات كل اللعيبه، ودي شفناها بشكل واضح جدا في الفتره الاخيره، ومع كتير جدا من اللعيبه بما فيهم اللعيبه اللي كان في فتره كده احنا كنا مستغربين هو ايه اللي بيحصل، هم ليه مش في مستواهم المعتاد، لكن في مع وجود مستر مارسيل كولر لا الوضع اتغير 180 درجه، وشفنا كل اللعيبه متالقين كما ينبغي ان يكون التالق. وبعدين فكره الجاهزيه، فكره ان انت عندك في كل مركز اكتر من لعيب وكلهم على نفس القدر من الجاهزيه، دي حاجه برضو في منتهى الاهميه. وبالمناسبه برضو استكمالا للكلام اللي بتقوله نهاوند لحضراتكم، بالفعل يعني الفرصه كمان ما زالت مواتيه امام مارسيل كولر للحصول على لقبه الخامس، في ظل طبعا اقترابه بشده من قياده النادي الاهلي للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم. حاليا الاهلي وضعه كالاتي، احنا دلوقتي في المركز الثاني في ترتيب المسابقه برصيد 62 نقطة من إجمالي 24 مباراة، يعني فاضل لنا 10 لقاءات قادمة. طبعا ده نتيجة انشغال الأهلي الفترة الأخيرة بالمباريات القارية، والأهلي متأخر حاليا بفرق نقطتين خلف بيراميدز اللي هو المتصدر حاليا اللي خاض 30 مباراة ولم يتبقى له سوى 4 مباريات فقط على نهاية هذا الموسم. بالتالي نقدر نقول ان احنا ان شاء الله الى حد كبير جدا معانا لقب جديد باذن الرحمن نحققه. ونروح بقى للمسابقات القاريه، يعني بالمناسبه طبعا بعد التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا بيبقى كده عندنا ميعاد جديد في كاس طبعا السوبر الافريقي مع فريق الاتحاد الجزائري اللي توج بلقب كاس الاتحاد الافريقي الكونفدراليه الافريقيه، يعني يوم 3 يونيو للمره الاولى في تاريخه على حساب يانج افريكانز التنزاني، وده طبعا بعد مواجهه يعني قويه جدا. دي هتكون مواجهه عربيه في منتهى الاهميه، وبالمناسبه المواجهه السادسه على التوالي في السوبر الافريقي اللي بتكون بين فريقين عربيين، ده يورينا ان فعلا كره القدم العربيه بتفرض هيمنتها على القاره من وقت تتويج مالدي سان داونز الجنوب افريقي بالسوبر سنه 2017 لو حضراتكم تفتكروا. كده عندنا تحدي الفتره اللي جايه ان شاء الله سواء الدوري او السوبر الافريقي، لازم طبعا يعني ما نفوتش فرصة الحصول على المزيد من الكؤوس، خصوصا وان الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الافريقي، رصيده من هذه الكؤوس 8 ألقاب، في حين بيستعد طبعا اتحاد الجزائر لتسجيل مشاركته الاولى في هذه البطولة. زي ما بنقول يعني نفس الكلام ينطبق برضو على البطولة دي، زي ما بنقول ال 12 يا اهلي على مستوى دوري الابطال ابطال افريقيا، بنقول التسعة يا اهلي في السوبر الافريقي ان شاء الله. ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا ولا بعيدة عن الباشن الفظيع اللي واضح مع لعيبه النادي الاهلي واللي ان شاء الله ينتج عنه المزيد من الانتصارات الفتره الجايه باذن الله. بص، لا انا اعتقد ان الناس كتيره لفتت نظرها كمان ميزه معينه وموجوده في النادي الاهلي فقط، يعني انا بكلم حضراتكم بجد لان احنا هنتكلم شويه بالتاريخ او بعدد البطولات او بلغه الارقام. الفكره هنا ان البطولات ما بتغيبش فعلا عن النادي الاهلي، وجيت حسبتها فتره طويله، يعني بعد ما احنا هنرجع شويه كده بعد ما فقدنا لقب الدوري عفوا اللقب القاري المفضل طبعا هو دوري الابطال بخسارته امام كان الوداد في نهائي النسخه العام الماضي، يعني رجعت بعد كده بسرعه تمكنت من البطوله، اتكلمنا في ده امبارح وقعدتها مره تانية في الجزيره واحنا بنتكلم اهو، احنا يعني موضوع حي معانا. بنقول برضو كده البطولات القاريه ليها غلاوه عندك، بالذات البطوله دي احنا كان لازم، عارف لما يجي يقول لك ما فيش رفاهيه انك تخسر بطوله معينه، احنا كان لازم نفوز بهذه البطوله وقد كان. كمان بتفوز ب 25 بطوله قاريه، 11 في دوري الابطال يعني، وتوج بالسوبر الافريقي كمان النادي الاهلي 8 مرات، حصل 4 مرات على كاس العالم للانديه، يعني لا في انجاز كبير وفي لا يعني بص يا كريم عفوا مشاركته عفوا 4 مرات لا كريم في انجاز كبير جدا بيتم، فانا بشوف ان الحمد لله انت ماشي في مسار سليم. ورجعنا قلنا الكلام ده قبل كده وهنرجع نقوله تاني، النادي الاهلي حتى وان كان بيتعثر في بعض الفترات لكن بيعود مره تانيه يسعد جماهيره، علشان كده دايما في ثقه ما بين الجماهير وما بين النادي الاهلي، يعني ما بتزعلش فترات طويله، ما فيش حاجه اسمها ان النادي الاهلي ما يحصلش على بطوله مثلا سنه واثنين وثلاثه، لا ما فيش الكلام ده عندنا، فعشان كده دايما احنا بنقول النادي الاهلي كيان مختلف، فيعني ان شاء الله بقى اللي جاي كمان يستمر على كده. فكره ان انت ما بتزعليش فترات طويله دي فكره عادله جدا، فير جدا، ليه؟ لان النادي الاهلي مش بيديكي الوقت الكافي ان انت تفرحي برضه لفترات طويله، فكده الامور متوازنه يا حضرات. زي ما بنقول دايما اقلب الصفحه، يعني في الانتصارات، في حاله الانتصارات مهما كانت البطوله اللي الاهلي محققها، مهما كانت غلاوه البطوله اللي حصل عليها النادي الاهلي بالكثير 48 ساعه، يعني لما نكون ايه اتمعظمنا يعني في الاحتفالات، وبعد كده يقول لك اقلب الصفحه. نفس الكلام بس بشكل عملي بقى في حاله التعثر، اللحظات اللي بتمر
بيقولوا على اي فريق في الدنيا، مفيش فريق في الدنيا ولا حتى منتخب في الدنيا بيبقى ماشي على نفس المنوال طول الوقت، في فترات بيبقى فيها ونتيجه اسباب معينه بيبقى في عراقيل حاصله نتج عنها عطل ما، لكن النادي الاهلي العطل عنده ما بتطولش كتير. وعلى فكره يعني عشاق النادي الاهلي في كل مكان كل واحد فيهم على حده ليه شكل يعني معين للاحتفال، الناس احتفلت بكل الاشكال اللي ممكن حضراتكم تتخيلوها، بمن فيهم الشيف خالد عبد الفتاح صانع بيتزا النجوم في الغردقه اللي كنا استضفناه مره من فتره في 10 الصبح في الاهلي، احتفل هو كمان بفوز النادي الاهلي وعلى طريقته الخاصه جدا طبعا من خلال البيتزا اللي هو ايه دي ملعبه في الاحتفالات، رسم صوره النجم محمد عبد المنعم على آخر بيتزات عملها وقال أنه بيهني طبعا كل العاملين في القطاع السياحي في الدولة وكمان بيهني النادي الأهلي وجماهيره في كل مكان على الفوز بهذه البطولة الغالية. أنا فاكراه الشيف خالد جالنا قبل كده من سنتين يمكن ورسمنا على بس قال لنا ما تاكلوهاش ومعنى ما كانهاش احنا نفذنا طلب انا فاكره وقتها لنا لا يعني ما كانت ناشفه شويه علشان بس طبعا هي فكره حلوه وتالنت حلوه ان هي تبقى عند حد كمان ومن مشجعي النادي الاهلي بشكل كبير بتبقى لذيذه يعني حاجات زي كده. في ناس كتيره كمان بالمناسبه بتبعت لنا على السوشيال ميديا بص في فنانين كتير في ناس طبعا عندها مواهب كتيره جدا وبيعشقوا النادي الاهلي فبيستغلوا المواهب بتاعتهم دول في حاجه ليها علاقه باللعيبه او حتى بالمذيعين في قناه النادي الاهلي بالمناسبه كلها بتبقى حاجات يعني فعلا والله نفسي من كم الناس اللي بتبعت لي حاجات على تويتر بجد فيري تالنتد نستضيفهم هنا من الحاجات الجميله اللي بيعرضوها اللي بيرسم اللعيبه بشكل حلو اللي بيعمل بالخشب بتماثيل خشب بأشكال اللعيبة بجد حاجات ممكن نعملها والله الفترات اللي جاية. بص بقى هنخش على خبر مهم جدا وخبر من الأخبار اللي بتسعدنا على المستوى الشخصي كمان. احنا لازم نشهد فعلا بأداء المنتخب المصري تحديدا للإعاقات الذهنية بعد انتهائه بدورة الألعاب العالمية بفرنسا وحقق فيها كم ميدالية بقى يا كريم؟ أكيد 27 ميدالية يعني بعد منافسات قوية جدا مع 1500 لاعب من 95 دولة تتكلم من مختلف أنحاء العالم. فلاعبي ولاعبات المنتخب قدموا فعلا أداء مبهر جدا كالعادة مش حاجة جديدة واستطاعوا تحقيق 11 ميدالية ذهبية وخمسة فضية و11 برونزية فطبعا مستوى محترم جدا واصلين له في الرياضات. هنا بنتكلم ألعاب القوة والسباحة وتنس الطاولة والفروسية والكاراتيه. بالمناسبة برضو دي بتعتبر أول مشاركة لمنتخب عربي وإفريقي في هذه يعني البطولة. مجهود محترم جدا. وبرضو البشمهندسة أمل مبدر رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية هي عاملة باع كبير جدا برضو في الملف ده بصراحة. كانت معنا ضيفة قبل كده برضو في 10 الصبح في الأهلي والتقينا بها أكتر من مرة. الملف ده ملف مهم جدا وملف حاصل على إنجازات كبير ودعم كبير يا كريم. أنا أعتقد الفترة اللي جاية حققوا كتير كمان. وأنت بتقولي بقى رجعوا بكام ميدالية أنا من غير ما أعرف رديت عليكي بشكل لا إرادي قلت لك أكيد كتير. ليه؟ ما هو أنا دي مش مثلا إيه حالة تفاؤل من قبلي، لا ده واقع ملموس ومن زمان كل يعني الرياضيين والأبطال المصريين من أصحاب الإعاقات المختلفة ذوي القدرات الخاصة في كل الرياضات بيقفلوا عدات البطولات اللي بيشاركوا فيها، يعني ما فيش مرة بيشاركوا فيها في بطولة دولية ما أو في دورة بارالمبية ما غير ما بيرجعوا وهم محملين بكتير جدا من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ما فيش مشاركة غير لما بيسيبوا من خلالها أثر كبير جدا وبينالوا استحسان كل الناس بما فيهم المنافسين في هذه البطولات، فطبعا كل التحية لأبطالنا البارالمبيين. تعالوا بقى نروح لفعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين اللي اختتمت فعالياتها في استاد القاهرة واللي شهدت منافسات قوية جدا في هذه البطولة. تعالوا ناخد فكرة مبدئية كده من خلال هذا التقرير عن ايه اللي كان بيحصل ونرجع نكمل كلام. اتفضل. احنا في نهائي بطولة الجمهورية للناشئين تقريبا ما يقرب من 800 لاعب المشاركين معانا النهاردة، 25 هيئة رياضية، أندية المشاركة بأولادها بلاعبينها. بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين الموقف الأداء أداء مشرف جدا، منافسة على مستوى عالي وأنا شايف يعني دائما أن هناك دائما تقدم وأداء مختلف كل مرة وبنحقق أرقام مع أولادنا بشكل مختلف. بنشوف أندية النهاردة مثلا بدأت تتقدم مستواها وتظهر في ترتيب الأندية هي ما لسه بادئه قريب. انا حقيقه شايف حاجات جميله جدا وارى اعتقد ان الجميع المتابع لكره السرعه شايف الكلام ده. الحمد لله ختام قوي
عدد كبير جدا من الانديه المشاركه في مباراه قويه جدا كانت موجوده، تنافس بين اكثر من 24 نادي ويمثلوا مستوى على مستوى محافظات الجمهوريه كلها، بطوله كبيره فيها اكثر من 950 لاعب ولاعيبه. طبعا انا شايف المستويات عاليه قوي، وده نتيجه كثره البطولات اللي بيعملها الاتحاد، وكمان انا شايف الميزه الموجوده دلوقتي. خد بالك احنا كمان اللعيبه المفروض دي المراحل دي طالعه من الامتحانات، فبيبقى مستوى بالقوه ده بعد الامتحانات فتره قليله جدا. انا شايف ده طبعا نجاح كبير للاتحاد وللعيبه ولاسره الانديه كلها. الحاجه الثانيه اللي انا عاوز اقول فيها ان ده احنا يعني النهارده الانديه زي قناه السويس ونادي دسوق تحديدا اللي مركز ثاني ورابع جمهوريه، نتيجه سياسه الاتحاد الفتره اللي فاتت عملنا قاعده اللعيبه الميني سبيد بول، والنهارده هم الموجودين النهارده بينافسوا، وهم دول هيبقوا مناة المنتخب الفتره الجايه ان شاء الله. يعني مجلس اداره الاتحاد برئاسه النائب احمد الخطيب ومجلس الاداره المحترم الموجود عاملين خطه طموحه جدا ازاي نطور هذه الرياضه الفتره الجايه. احنا النهارده في نهايات فعاليات بطوله الجمهوريه للناشئين، موسم كان طويل الحمد لله رب العالمين بيكلل بالنجاح، مشاركه 24 هيئه انديه من كافه محافظات الجمهوريه، اكثر من 1000 لاعب ناشئ ونشئه تنافسوا على المراكز الاولى، وان شاء الله انتوا هتحضروا التتويج دلوقتي. روح رياضيه كويسه جدا، تفاعل اولياء الامور زي ما شايفين في المدرجات في اعلى مستوى من الروح الطيبه، ودايما بيدفعوا اولادهم للمشاركه في الرياضه اللي عارفين طبعا انها اكيد مفيده جدا جدا جدا، انها بتبعد اولادنا والناس على حاجات كتير جدا. الاهم كده وكده طبعا احنا عندنا مرحله مهمه، مرحله 15 سنه، البطوله دي بتاهلهم لخوض فعاليات البطوله الافريقيه اللي هتقام على ارض الاسماعيليه في 17/7. طبعا ده ختام النشاط المحلي للاتحاد المصري لكره السرعه برئاسه النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد ومجلس ادارته. موسم قوي جدا، من شهرين انتهت فعاليات بطوله الجمهوريه الكبار اللي بناخد منها المنتخب اللي بيشارك في بطوله العالم، اما البطوله دي بناخد منها المنتخب اللي بيشارك في البطوله الافريقيه اللي في شهر 7 ان شاء الله في اسماعيليه، اللي هتقام على ملاعب الصاله المغطاه بنادي القناه من 16 ل 22. شارك في البطوله 25 هيئه تقريبا زي ما حضرتك قلتي، بمشاركه 14 فرع على مستوى الجمهوريه، حوالي 950 لاعب ولاعيبه. بصراحه مستوى فني ومهاري يعني ابهرني انا حقيقه كمدير فني للمنتخبات، وصعب عليا المهمه جدا لان في مستويات متقاربه جدا. الحمد لله، يعني اول حاجه لازم اشكر ربنا واشكر اهلي وعيلتي اللي واقفه جنبي. يعني مبسوط جدا ان انا اخدت مركز، وفي غيري كتير ما خدش، يعني فانا بحمد ربنا اللي خدت مركز على الاقل، مش اي مركز. طبعا دي حاجه كان بقالي كتير جدا ما عملتهاش، يعني انا كنت باخد اول وكده، بس الحمد لله السنه دي اول مره اخد كاس احسن ناشئ واحسن صاعد، عشان انا خلاص دي اخر سنه ليا ناشئين. والحمد لله طبعا ده بفضل كل الكباتن اللي مرنوني في النادي ومامتي وبابايا طبعا بعد ربنا، فالحمد لله. هي طبعا بطوله صعبه جدا وفيها حاجات كتير احنا المفروض نعملها، احنا يعني تقريبا بنقعد سنه نتمرن عشان نيجي نعمل كل اللي احنا اتمرناه ده في بطوله واحده، فهي بتبقى بطوله صعبه جدا وبيبقى عليها فيها ضغط كبير قوي، يعني ضغط نفسي وبدني وكل حاجه، واحنا اصلا بعد ما نخلص ما بنكونش قادرين خالص. وما زالت بتتوالى تهاني كل الفنانين بصفه خاصه من عشاق النادي الاهلي. امبارح كان معانا نجم الغناء ايهاب توفيق طبعا اللي اسعدنا بمكالمته الحلوه، والنهارده معانا صوت مصري جميل رنا سماحه، عايزه تهني كل حضراتكم. يا رنا صباح الفل عليكي ومليون مبروك، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، صباح الهنا، صباح النصر. صباح النصر لدينا العاصي. سمعنا والله اعلم ان انت اهلاويه جدا قوي خالص، وزوجك زملكاوي جدا قوي خالص. الى اي الى اي درجه الكلام ده صحيح؟ الى ابعد درجه. كلام مظبوط جدا، انا اهلاويه جدا وزوجي مرحب سامر ابو طالب زملكاوي جدا، ولكن هو برضو من الناس اللي عندها روح رياضيه، يعني بيتفرج معايا على ماتشات الاهلي. جميل جميل، بنلعب حد بره مصر وبيبقى بيشجع الاهلي يعني. اوكي، اكيد بينتج عن ده برضه نوادر كتير لما بيكون في لقاءات بتجمع ما بين النادي الاهلي والزمالك بصفه خاصه. بننفصل بقى، يعني كل واحد بيروح يتفرج عند اهله علشان نبقى في السيف سايد. وابنك الصغير بسم الله ما شاء الله عنده كام سنه؟ مالك عنده سنه ونص. ما شاء الله. خدتيه رنا معاكي الاستاد اكتر من مره؟ انا قدامنا الصور اهي، خدتهم؟ لا، بتاخدوا معاها الماتشات؟ الله الله، انا بشوفتك مره من بعيد هناك قبل كده، كان معاكي ابنك برده، كنتوا قاعدين في المقصوره وشفتك من بعيد. لا يعني خليني برده اروح معاكي للماتش اللي فات، اتفرجتي فين؟ كان معاكي جوزك ولا لا؟ كنت متوقعه اصلا يا رنا النتيجه؟
الماتش اللي فات اتفرجت مع اهلي في البيت وطبعا مفيش حد ما بيتوقعش يعني مفيش حد اهلاوي بيتفرج على ماتش وهو مش متوقع فوز الاهلي. صحيح صحيح. طب انت مهما كانت الظروف لما بتاخدي مالك معاكي الاستاد في ماتشات الاهلي، طب ما انت كده من وجهه نظر ابو مالك ممكن تكوني بتستقطبيه ناحيه ما هو اهلاوي مش كده برضه؟ هو سامر استسلم لقبل الواقع لان مالك بقى يقول اهلي فهو اللي حجز لنا الماتش الحقيقه بتاع الماتش اللي هو تقريبا كان ماتش ترجي. كان الاهلي والترجي لما رحنا لما شفتك. فسامر قرر يحجز لنا احنا الاثنين نروح نتفرج على الماتش عشان خلاص هو مالك بقى اهلاوي غصب عنه يعني بيجي يتفرج معايا انا واهلي فبيشوف الاحتفالات واللي احنا بنعمله فخلاص بقى اي ماتش شغال اي انتوا كده بقيتوا جبهه اهلاويه جوه البيت. واغلبيه يعني 2-1. ايوه. طيب برضو فرصه وانت معانا يا رنا عرفينا بقى ايه الجديد عندك فنيا ان شاء الله الفتره اللي جايه. الفترة اللي جاية عندي أكتر من أغنية سينجل إن شاء الله نازلين خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. في أغنية كنا عملناها للأهلي أنا والفنان إساف ومحمد سراج كمان. كانت أغنية لذيذة قوي برضه. أغنية تنزل عندكم في القناة خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. جميل. طيب بقول لك إيه، ما تيجي نعمل عملية جس نبض كده مع المشاهدين لينا والمتابعين ونسمعهم جزء بسيط من أي أغنية من اللي أنتِ هتنزلي بيهم الفترة الجاية إن شاء الله. أنا ممكن أسمعك أغنية الأهلي. طيب أحلى وأحلى، يلا بينا. قول الأهلي جوه علينا وحكت يدا زمانها قررتنا سمرة وجينا غيرنا ألوانها عندنا بدأ التاريخ واترسمت الصورة كتب التاريخ الاهلي اسطوره. يا سلام. بحب الاغنيه دي اصلا قوي. رنا ممكن اقول لك على حاجه قبل ما نقفل؟ اتفضلي. انت عارفه مسلسل النص الثاني طبعا بتاعك انت مصطفى ابو سريع. مظبوط. انت عارفه ان انا بحبه جدا. والله لا. والله بقعد اتفرج عليه على اليوتيوب لحد دلوقتي. ربنا يخليك يا نهى وعنده شرف لينا والله. لا بجد جميل وانت كنت جميله مصطفى ابو سريع مش ممكن بجد. لا فظيع. جامدين جدا. مصطفى دمه خفيف بشكل هستيري وعلى فكره ممثل قوي جدا حتى بعيدا عن الكوميديا وممثل شاطر جدا. في الكوميديا بقى بيتالق بتلقائيته المعهوده فتحياتنا ليه لو بتابع حلقتنا النهارده بالصدفه. ايوه مظبوط مظبوط. نورتينا يا رنا. ميرسي يا رنا نورتينا والله بجد. ونهاركم يا رب دايما. ميرسي يا حبيبتي وان شاء الله تنورينا لما ظروفك تسمح عندنا ان شاء الله في 10 الصبح في الليل لو بتصحي بدري يعني. ان شاء الله. هي راحت خلاص. بس طالما يعني طالما كانت معانا على التليفون يبقى هي من الصنف اللي بتصحى بدري فتيجي تنورنا ان شاء الله في اقرب وقت. على كل حال بنسعد بكل تهنئه طبعا لان كل الفئات يا كريم مبسوطه يعني مش هقول كل الفئات اهلاويه بس النسبه الاكبر اكيد وفقا للاحصائيات يعني بس على كل حال بنسعد لما ولا ايه؟ نسيت اقول لك اليومين اللي فاتوا ودي كلمه حق بقولها قدام كل المشاهدين يعني للامانه والله انا مثلا اتعرضت على مدار ال 48 ساعه اللي فاتوا لكميات كبيره جدا من تهاني الزملكاويه بالمناسبه. منهم تعليق انا مش هنساه ابدا قال لي تعليق من زملكاوي اصيل النادي الاهلي هو ريال مدريد الشرق الاوسط. الله حلو ده. مش هنسى والله مشجع محترم. طبعاً. والله بجد طبعاً. الواحد يصعب عليه يعني انه يطلع فاصل ويسيب الكاس كده قاعد وحيد الفتره اللي جايه بس هنعمل ايه اللهم لا اعتراض. هنطلع فاصل سريع ونرجع لكم. هو مكمل معانا يعني مفيش مشكله. بالظبط كده. عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي بجدد التحيه لكل حضراتكم وتعالوا بقى نتعرف على السريع على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه مريم سميح. مريم متواجده حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. يا مريم صباح الفل عليكي. بنصبح عليكي انا ونهاوند المحتضنه للكاس ال11. انا ماسكاه من الفاصل ونسيت احط والله ارجعه مكانه. مريم صباح الفل عليكي اتفضلي احنا سامعينك اهلا بيك. يا صباح الخير والفرحه والفخر على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بصبح عليك يا كريم بصبح عليك يا نهاوند وطبعا بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني الحقيقه عايزه اقول لكم ان كل اصداء الفرحه لسه مستمره داخل فروع النادي الاهلي المختلفه وتحديدا مقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه ان كل الناس لسه كل ما يشوفوا بعض بيباركوا لبعض خاصه كبار السن اللي بيبقوا متواجدين في الصباح الباكر من ايام الاسبوع. الحقيقه خليني اقول لكم ان يعني على الرغم من انتهاء المباراه اول امس ولكن الحقيقة
يعني متوقع ان يستمر اجواء الفرحه دي خلال كمان الايام اللي جايه. طبعا احنا دايما بنقفل صفحه وبنفتح صفحه جديده يعني بحثا عن بطولات جديده، ولكن الحقيقه من حقنا ان احنا نفرح شويه برجالتنا، رجاله النادي الاهلي اللي قدروا ان هم يحصلوا على لقب ال11 من دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني يمكن خطفوها من الوداد من عقر دارهم في كازابلانكا في المغرب. خليني اقول لكم يعني يمكن عايزه اتكلم شويه عن اول امس وتخطيط الفروع. خليني اقول لكل الناس اللي ما كانش ليها الفرصه ان هي تكون موجوده في فرع النادي الاهلي الاخير بالتجمع الخامس يعني القاهره الجديده، واللي تم افتتاحه يوم 1 يونيو طبعا في حفل ضخم كلنا شاهدناه على شاشه قناه النادي الاهلي، وحضروا عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي وكمان جماهير النادي الاهلي. خلينا نقول لكم الصوره يمكن يعني ما كانش حد متخيل ان يكون الاعداد المهوله دي داخل هذا الفرع تحديدا، خاصه ان هو يعني زي ما انا قلت تم افتتاحه منذ فقط ايام قليله، ولكن الحقيقه ان هذه الاعداد بدات في التوافد يعني يمكن بدايه من مباراه الذهاب يوم 4 يونيو كان يعني يمكن الفرع كان افتتاحه ومر عليه 3 ايام فقط، ولكن الحقيقه ان هو استقبل ما يقرب من 6000 عضو لمشاهده المباراه، وكانت يعني تحضيرات على قدم وساق. والحقيقه ان احنا شفنا بقى يعني مشهد كبير جدا وضخم جدا يعني اول امس داخل هذا الفرع، طبعا الفرع الاخير للنادي الاهلي فرع التجمع الخامس، كان حقيقه اعداد مهوله وصلت من ما يقرب يعني من 8000 او 9000 عضو يعني اتوا لمشاهده مباراه النهائي امام الوداد. يعني الحقيقه كان تحضيرات سبقت هذا او هذه المباراه من طبعا كل القائمين على الفرع الاخير للنادي الاهلي. خليني اقول ان يمكن استوعب يعني او كان في شاشتين عملاقتين، كان يعني الشاشه العملاقه امامها ما يقرب من 1000 او 1500 كرسي، وكان في شاشه ايضا عملاقه عند ملاعب كره القدم يعني استوعبت ما يقرب من 600 ل 700 ايضا عضو من اعضاء النادي الاهلي. والحقيقه ان يعني المنافذ كانت شغاله بشكل او بفول كاباسيتي زي ما بنقول، يمكن كان 7 منافذ متضمنه المطعم الرئيسي. وخلينا نقول ان ده يعني كانت خير بروفا للايام المقبله او التغطيات المقبله، والحقيقه ان احنا يعني كان لينا سابقة التغطية الأولى داخل فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، يعني يمكن كانت هي التغطية الأولى كانت متزامنة مع المباراة النهائية أمام الوداد في دوري أبطال أفريقيا، والحقيقة اللي كان يعني فرع وشه حلو على كل جماهير النادي الأهلي، وكل ده يعني اللي شاهدوا بيه كل الأعضاء اللي موجودين داخل هذا الفرع الجديد، وقالوا إن هو كان وشه حلو وقدرنا إن احنا نحسم البطولة ونحصل على اللقب ال11. خليني أقول لكم إن خلال الأيام المقبلة يمكن لجنة العضويات هتبتدي تاني في استئناف يعني عملها واستقبال عضويات جديده لهذا الفرع طبعا، وزي ما احنا عارفين يمكن تم الانتهاء من اكثر من 80% من الانشاءات، وده اللي احنا الحقيقه شفناه داخل فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس في يعني مباراه النهائي. فعايزه اقول لكل اعضاء النادي الاهلي يعني كل الناس يمكن كانت فاكره انه ما تمش الانتهاء بشكل كامل من الانشاءات، ولكن الحقيقه ان كانت التغطيه وكانت الخدمات وكل المنافذ بتعمل يعني بشكل كامل لا يقل ابدا اهميه او لا يقل طبعا يعني زي ما احنا شفنا داخل بقيه الفروع سواء النادي الاهلي مقره الرئيسي بالجزيره مدينه نصر او الشيخ زايد، كلهم بيعملوا طبعا يعني القوه الكامله، وايضا فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس بيعمل بالقوه الكامله. خليني بقى انتقل لكل الاخبار المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم. الحقيقه ان هو يعني حصل على راحه سلبيه ممتده حتى يوم 18 من يونيو الجاري، ده طبعا نتيجه للتوقف الدولي للمنتخبات، والحقيقه يعني ان عدد كبير جدا من الجهاز الفني والاداري وايضا اللعيبه يعني استغلوا هذه الفرصه. الحقيقه ان هي اجازه مطوله يعني عباره عن 7 ايام، فاستغلوا هذه الاجازه علشان يعني يحصلوا على اجازات، منهم اللي سافر ومنهم اللي موجود هنا ايضا، ولكن الحقيقه ان هم استغلوا هذه الراحه. يمكن ابرزهم مستر مارسيل كولر المدير الفني طبعا للنادي الاهلي، الحقيقه ان هو سافر لسويسرا علشان يقضي اجازه مع عائلته، وايضا الجهاز الفني المعاون ليه سافروا لبلادهم المختلفه علشان يقضوا يعني هذه الاجازه، وايضا ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى ايضا سافر الى بلجيكا علشان يحصل على اجازه مع اسرته هناك. ويمكن عدد بقى من لاعبتنا يمكن سواء اتجهوا بقى للمدن الساحليه او منهم كمان اللي استغل هذه الاجازه المطوله علشان يرجع لبلده عشان يزور اسرته ويحتفل معاهم كمان باللقب ال11. خليني اقول لكم يعني شويه عن اخبار النادي الاهلي. يمكن الفريق الاول لكره القدم عنده
تحدي كبير جدا خلال الفترة المقبلة، أو تحديدا يعني في النصف الآخر من شهر يونيو الجاري. خلاص يعني هيستأنف بقى المباريات المحلية بشكل كامل. دايما احنا بنقفل صفحة وبنفتح صفحة جديدة. يمكن حصلنا على اللقب 11 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن احنا بنبحث طبعا عن اللقب 43 من الدوري المصري، وده طبعا يعني اللي احنا متعودين عليه من رجالة النادي الأهلي. خليني أقول إن في ضغط مباريات كبير جدا خلال الفترة المقبلة. يمكن طبعا عايزة أتكلم الأول عن منتخب مصر ولاعيبة النادي الأهلي اللي انضموا لمنتخب مصر أيضا. يمكن هم يعني لم يأتوا إلى مصر، ولكن سافروا على طول مباشرة من كازابلانكا لمراكش. طبعا زي ما احنا عارفين يمكن معسكر المنتخب المصري بيقام في الفترة من 10 ل 18 يونيو. هيكون في غدا إن شاء الله مباراة هامة جدا في تمام الساعة 9 مساء لمنتخب مصر أمام منتخب غينيا. ده طبعا في يعني التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في كوتيفوار 2023، وأيضا هيكون في ودية أمام جنوب السودان يوم 18 من نفس الشهر، طبعا هتكون هنا في القاهرة. يمكن في 9 من لاعبي النادي الأهلي انضموا طبعا لمعسكر المنتخب، وزي ما أنا قلت يمكن سافروا من كازابلانكا على مراكش مباشرة علشان ينضموا لهذا المعسكر. يمكن طبعا عايز أتكلم عن أبرز اللعيبة اللي انضمت لمنتخب المعسكر المصري أو معسكر منتخب مصر. طبعا يعني محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود كهربا، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، حمدي فتحي، ويعني يمكن كمان مروان عطية وياسر إبراهيم. دول التسع لعيبة اللي انضموا لمنتخب معسكر طبعا المنتخب المصري علشان يعني يخوضوا سواء مباراة غينيا أو ودية جنوب السودان يوم 18 من يونيو الجاري. يعني يمكن بقى يوم 18 هيبتدي بقى الشغل اللي بجد والتحضير للدوري طبعا المصري. يمكن على طول مباشرة بعد استئناف طبعا التمرينات، أكيد هتستأنف التمرينات يعني يوم 19 يونيو الجاري، وده طبعا استعدادا لأولى مباريات النادي الأهلي بعد طبعا يعني مشاركته في أفريقيا. طبعا هيستأنف الدوري مرة أخرى والاستعداد لمباريات الدوري مرة أخرى، وهتكون المباراة الأولى يوم 22 يونيو أمام نادي حرس الحدود. ده في الجولة المؤجلة يعني أو الجولة 16، وطبعا دي جولة مؤجلة من عمر بطولة الدوري. أيضا يوم 25 يعني هيكون في مواجهة أمام منتخب السويس، وده في الدور 32 لكاس مصر. وبعديها يوم الخميس 29 يونيو هيقابل طبعا النادي الأهلي البنك الأهلي في الجولة طبعا 32 من عمر بطولة الدوري. وبعديها يوم 2 يوليو هيقابل فيوتشر، ده طبعا في الجولة 24 من بطولة الدوري. ثم يوم 5 يوليو هيقابل الإسماعيلي في الجولة 18، وأخيرا بقى هيقابل طبعا الاتحاد السكندري يوم 8 يوليو، ده في الجولة 21. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجالة النادي الأهلي، أمامهم طبعا يعني مهام صعبة خلال الفترة المقبلة عقب عودتهم طبعا من الأجازة، وعقب عودة كمان يعني الدوليين اللي هيشاركوا مع منتخب مصر في مباراتي غينيا وودية جنوب السودان. أكيد طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم أمام كل هذه الأندية. طبعا أكيد في مواجهات صعبة، ومارسيل كولر يعني يمكن بعد عودته من الأجازة هيتحدث عن كل الأمور دي طبعا بحثا عن اللقب 43 من الدوري للنادي الأهلي. خليني بقى انتقل يعني لقطاع الناشئين اللي احنا دايما بنشوف فيه يعني زي ما احنا بنقول كده شغل من نار دايما في قطاع الناشئين، وبيطلع اكيد عناصر مميزه جدا بيتم طبعا اضافتها للفريق الاول لكره القدم. يمكن شفنا ده خلال السنوات الماضيه استمرارا، وهنشوفه اكيد كمان خلال السنوات المقبله. قطاع الناشئين الحقيقه انه يعني الاختبارات قطاع الناشئين هتبدا يوم 17 يونيو السبت المقبل ان شاء الله، وهتبدا في تمام الساعه 7 صباحا على ملاعب الأكاديمية طبعا أكاديمية قطاع الناشئين اللي موجودة في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. والحقيقة أن استمارات اختبارات قطاع الناشئين هتطرح من أو بدءا يعني من اليوم الثلاثاء، هتكون موجودة في كل فروع النادي الأهلي المختلفة، سواء مقر النادي الأهلي بالجزيرة، فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، أيضا الشيخ زايد، وأيضا بمقر النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة. يعني يمكن طرح الاستمارات هتبدأ في تمام الساعة 10 صباحا، وهتستمر حتى الساعة 3 عصرا، ويمكن بدءا من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل يعني هيتم، أو دي المدة اللي هيتم فيها طرح الاستمارات. خلينا أقول أن يعني اختبارات الناشئين بتتم من مواليد 2007 حتى
2018. يعني خليني احدد الايام، لان اكيد زي ما احنا عارفين يا كريم ونهوان بيبقى فيه اهتمام كبير جدا وعريض جدا من كل جماهير النادي الاهلي، بيبقى عندهم امنيه اكيد ان ولادهم يشاركوا او ينضموا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي عشان يشوفوهم بعد كده نجوم، سواء في النادي الاهلي او لو يعني لم يحالفهم الحظ داخل النادي الاهلي بيكونوا نجوم ايضا في انديه اخرى. ولكن يعني خلينا اقول لكم ان علشان كل الناس مهتمه، خليني احدد يعني مواعيد او المواليد اللي هتكون موجوده في كل يوم. يمكن اول الايام يوم السبت هتبدا طبعا يوم 17 يونيو اختبارات الناشئين هتكون لمواليد 2017 او عفوا 2016 2017 2018. اليوم اللي بعده هتكون لمواليد 2013 2014 2015، ثم اليوم التالي هتكون ل 2010 2011 2012، ثم بقى يعني اليوم الاخير ان شاء الله هتكون لمواليد 2007 2008 2009. طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل يعني المنضمين من كل المواليد لاختبارات قطاع الناشئين، ان شاء الله يكون في عناصر مميزه تضاف ل يعني فرق الناشئين في المواليد المختلفة خلال الفترة المقبلة، ونشوف منهم شغل كبير. وطبعا يعني لو في أكيد عناصر مميزة هنشوفهم أكيد، زي ما كل المديرين الفنيين بيهتموا بمشاهدة مباريات الناشئين في طبعا يعني الفرع مدينة النصر على ملاعب الأكاديمية. أكيد مارسيل كولر هيبقى مهتم خلال الفترة المقبلة زي ما احنا شفناه خلال الفترة الماضية أيضا بيهتم بمباريات الناشئين، أكيد هنشوفه يعني بيشاهد مباريات الناشئين خلال الفترة المقبلة، وتكون العناصر بقى الجديدة ويعني الوجوه الواعدة إن شاء الله تكون موجودة في صفوف قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة. والحقيقة إن هم يعني هيكونوا أكيد نجوم في المستقبل ضمن صفوف فريق النادي الأهلي. طبعا دي كانت كل أخبارنا هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة فيما يخص فريق الأول لكرة القدم، وأيضا يعني أجواء مباراة النهائي في فروع المختلفة، وأيضا الأخبار المتعلقة بقطاع الناشئين. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك على هذه التغطية الوافية، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه مريم سميح، وبشكرك بصفه خاصه لان انت في الجزء الاخير من يعني كلامك جاوبتي بشكل ضمني على اسئله احنا بنتسالها كتير من كتير من الاهالي واولياء الامور اللي عندهم اولاد صغيرين عايزينهم يدخلوا في مرحله الاختبارات في النادي الاهلي. فكويس قوي ان انت عرفتي كل المشاهدين كل التفاصيل التواريخ بالتوقيتات كمان، فشكرا ليك. طبعا نبذه سريعه وتشكر عليها جدا زميلتنا العزيزه، بس طبعا لازم هنكرر كل الشروط والاشتراطات والاستماره والتقديم، كل ده هيكون يعني مغطى على قناة النادي الأهلي برضو يعني أكتر من مرة عشان حضراتكم برضو تكونوا عارفين، لأن ده أكيد بيهم ناس كتيرة جدا طبعا. من هذه النقطة وكتير مش بس من يعني أعضاء أو جماهير النادي الأهلي، إحنا حتى بنشوف إن في ناس بتنتمي لأندية يعني أخرى بس بتبقى عايزة أولادها ينتموا أو ينضموا لناشئين النادي الأهلي. فزي ما بيتقال يعني أنت بتشوف الأفضل لابنك تبقى تتمنى إن هو يكون جزء منه. فإن شاء الله هنعرض كمان ممكن بكرة مرة تانية كيفية التقديم والطلب وغيره، وكل التفاصيل دي ممكن نعرضها مره ثانيه على حضراتكم، ده ملف اكيد مهم جدا. ننتقل بقى للتنس وميار شريف اللي صعدت 14 مركز في التصنيف العالمي لمحترفات التنس بعد ما تم تتويجها بلقب بطوله ماكاراسكا الدوليه للتنس، واحتلت المركز ال 40 عالميا. على فكره ممكن حد يقول لك 40 ده بعيد قوي، بس لا 40 عالميا على فكره ده رانك كويس جدا. واحنا من امتى كنا اصلا في الترتيب العالمي التنس تحديدا بالظبط، يعني في الترتيب طبعا. الافضل في مسيرتها حتى هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها. مجلس الإدارة مجلس إدارة اتحاد التنس أشاد بالأداء البطولي اللي قدمته تتويجها كمان باللقب، هنا بنتكلم الخامس في بطولات المحترفات يعني ذات فئة ال 125 نقطة. بالمناسبة برضو عايز أقول لحضراتكم اللي بيحصل ده بيتحقق يعني أو بتحققه ميار للمرة الأولى، ده للمرة الأولى اللي بيتم تحقيقه لتواصل هنا كتابة تاريخ كبير جدا وجديد جدا لرياضة التنس المصري. زي ما أنت اتكلمت إحنا ما كناش متعودين على الرانكينج ده أو المستوى ده أصلا في رياضة التنس، فيعني حقيقي ميار بقت أيقونة التنس زي ما بيتقال، ومفيش شهر بيمر من غير ما نتكلم عن انجاز جديد من انجازات ميار، كمان مش المحليه او كده لا العالميه اللي بتضيف للرياضه وللتنس المصري كمان، يعني حاجه اعتقد تدعو للفخر بشكل طبعاً كبير. كان فرحانين هي بترمز للفتاه المصريه الناجحه دراسيا ومتفوقه رياضيا وكل حاجه. فالحقيقه ميار شريف من العلامات المضيئة اللي ظهرت في عالم التنس المصري في الفترة الأخيرة، فطبعا كل التحية والتقدير ليها. تعالوا بقى نروح لأوروغواي، لأن أوروغواي توجد بالفعل بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب
تحت سن 20 سنة في الأرجنتين بعد ما تغلبت على إيطاليا بنتيجة 1-0. المباراة كانت قوية جدا جدا، وظل التعادل السلبي قائم طوال أحداث المباراة لغاية لما جت الدقيقة 85، نجح أوروغواي في أنه يخطف هدف الفوز ليحسم اللقب للمرة الأولى. بالمناسبة الأرجنتين بتتصدر قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بهذه البطولة برصيد 6 ألقاب، تليها مباشرة البرازيل برصيد 5 ألقاب. هننتقل لفيديوغراف وفيديوغراف عن قائمة الأندية الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا بعد انضمام طبعا مانشستر سيتي مؤخرا، وده بيتصدر القائمة ريال مدريد زي ما احنا عارفين ب 14 لقب. طيب احنا بكده نكون انتهينا من الجزء الأول من حلقتنا النهاردة. حضرات هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. والله العظيم أحلى حاجة إن حضرتك عمال تسقف معانا وفرحان. يعني احتفالاتنا فعلا مستمرة أكيد باللقب ال 11. مش هنطوي بقى الصفحة بسرعة، هنطويها لأن لسه عندنا باع كبير جدا ومنافسات عديدة، لكن احنا لازم نفرح. والآثار كمان المترتبة عن هذا يعني الانتصار تسويقيا ودوليا وغيره ملفات مهمة جدا عايزين نتطرق ليها النهاردة. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الناقد الرياضي الأستاذ عصام شلتوت. بونجور يا فندم. أهلا يا هادي، إزاي حضرتك؟ صباح الخير على حضرتك وسعداء ومتشرفين بوجودك معانا. بالعكس والله أنا سعيد. من الأسماء الكبيرة أصحاب التاريخ الطويل في عالم الرياضة، أهلا بحضرتك. 10 الصبح له مذاق خاص يعني مع اتنين من كبار يعني نجوم الشاشة، والنهاردة هم في شاشة النادي الأهلي عاملين إضافة محترمة الحقيقة. أشكرك. من ضمن يعني ترتيبات المؤسسية الحمراء أنه دايما يبقى عندك الأفضل، دايما يبقى موجود بحذاك يعني الناس اللي شبه النادي الأهلي، قامات وقيم كبيرة جدا جدا. الحقيقة نهاوند قالت حاجة عبقرية، لابد للأفراح أن تتواصل. يعني أعياد الأهلي ما ينفعش تبقى 3 أيام وأربع أيام، ده بيدونا 24 ساعة بس. لا بس أنت والله جبتي اللي قاله كولر للعيبة وهم بيغادروا كل إلى يعني أجازته، باستثناء طبعا نجوم مصر والنادي الأهلي اللي راحوا على مراكش على طول. قال لهم استمتعوا لان لدينا زي ما انت قلتي مهمات جديده. النادي الاهلي يعني مهماته ما بتنتهيش. صحيح. يعني يمثل كما الافلام اللي هي بتاعت المهمات المستحيله بارت 1 و 2. ايوه ميشن امبوسيبل، بس ايه شغاله على طول يعني. وبالتالي طبعا ما اجمل الاميره ال 11 يعني الكينج، لما كل شويه لو راحت بيت ابوها يروح رايح تروح راجع معاها على طول. طبعا ما بتاخدش وقت طويل، ما بتقدرش يعني هي ما بتقدرش يعني بالفعل ما بتقدرش. ويمكن زميلنا وصديقنا العزيز حفيظ دراجي لما كتب على صفحته انه حابب يسميها بطوله ابطال الاهلي، هو كان يعني من اعجابه الشديد، وراجل طبعا له وزنه في الوسط، قال ان بطوله اوروبا للأندية تشامبيونز ليج يعني قال لي يجب أن تسمى بطولة أبطال ريال مدريد. أيوة. والآن هو أوان أن يطلق على تشامبيونز ليج الأفريقي بطولة أبطال الأهلي. يعني والحقيقة في آخر كام سنة دايما لما بيتقال يعني على هذا الصعيد لما بيتذكر اسم ريال مدريد بيتقال قصاده الأهلي أو العكس. بالظبط. دي في حد ذاتها تورينا احنا بنتكلم على نادي واصل إلى أي مستوى. احنا عايزين نستغل بقى فرصة إن حضرتك منورنا النهاردة، ومش بس نتكلم معاك عن رؤيتك للنسخة الأخيرة اللي انتهت النهاية السعيدة اللي حضرانا هو في حلقتنا النهاردة، وعايزين كمان نتكلم مع حضرتك عن رؤيتك لمنظومة كرة القدم المصرية يعني بشكل عام. ليه هتزعلنا بس ولا ليه هتزعلنا كريم؟ أجلها للآخر خالص يا أخي. منظومة لازم نستغل فرصة حضرتك معانا منظومة الكرة المصرية يعني بعافية ومش بحجم اسم مصر. والحمد لله ساعات بنقع في خطأ يعني يا فشلة مصر. لا يا جماعة، قولوا يا فشلة الكرة المصرية، مصر تستحق نسخ أهم وأعمق من كده كرويا. لكن لما نتكلم عن يعني الناس الأهلوية لازم يعرفوا أن هناك طنين دائم حولهم بتقليل المسألة يعني. أيوة. ما بين فكرة أنه الأهلي دايما مخدوم ومعرفش إزاي يتخدم في الحداشر يعني بطولة أفريقية يعني. ده كل الظروف صعبة أصلا. ساعات بتقال مخدوم بالتحكيم فإحنا بنضرب كف على كف يعني بتضرب كف على كف. الراجل في لعبة في خط ال 18
بنالتي جون مش جون يصفر ويرجع 20 فدان لورا باستصلاح اراضي. ويعني حاله الحقيقه غريبه جدا جدا. الاخ معتز الشلماني وما ادراك وغيره وغيره. فتيجي تلاقي حواليك ضبابيه فيقول لك يعني مباريات تكسب ولا تلعب. الحقيقه يعني فعلا كلمات باطل يراد بها باطل، يعني لو صححنا المفهوم بتاع المقوله، يعني لانه هي بطولات تلعب وتكسب. انت صح. انت جاي تكلمني عن ماتش نهائي، في كل العالم ماتشات النهائي هي مضطربه متوتره، هذا هو حالها دائما يعني. ولا انت بقى نسيت ازاي وصلوا للملعب النهائي ده او للنصف الثاني من ملعب النهائي؟ لان الراجل كولر يعني، ودي مش غريبه على النادي الاهلي، وهو بيختار فيجيب راجل قادم من اوروبا طازه يعني، وهذه لها ميزات يعني، لانه لا راح عربو ولا افريقيا قبل كده، والا للاعب الشناوي. ضغوط 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 الشناوي نمبر 1، وفي واقعنا يعني الكروي في منطقتنا كلها وربما في القاره يعني، ما عدا المحترفين في الخارج كان ممكن يقول لك يا عم انا لاعبه بنص رجل انا يعني، الا يجرى يعني مش هيجرى حاجه. لكن الراجل زرع الاحتراف الحقيقي، لانه راجل كمان التقى مؤسسه مش هقول ان هو يعني مبهور بيها، لا، لان هو عرف النادي الاهلي، هو سرش على النادي الاهلي كولر، وبالتالي كمان عرف ان هو على نفس الوزن زي ما حضراتكم قلتوا، ريال مدريد في اوروبا، الاهلي في افريقيا، ومش مسؤولياتنا بقى، لكن هي بتحسب قرارات في الاخر، كاس مع الفارق على عيني وراسي، لكن في النهايه احنا لدينا قاره في نفس المنافسة بنفس الأرقام، ثلاث أرقام ربما فارقة بين الأهلي وريال مدريد. أعتقد كمان أنه ما فيش يعني بالبلدي ويلز مع كبريات الأندية التي أرسلت هذه التهاني يعني، ما أعتقدش أن دول بقى متوصيين ولا بالواسطة. أستاذ رئيس ده يعني، ده بالذات كان لازم بقى الناس تشوف كابتن خطيب في تدشين المقر الرابع، كابتن خطيب ويتحدث عن ان الاهلي انماء وضمن منظومه الجمهوريه الجديده، فيما يعرف يعني ان هو يقول لك ايه ده كانش في مواقف وطنيه. يا جماعه هو ايه المواقف الوطنيه اللي كانت مطلوبه من النادي الاهلي؟ النادي الاهلي اللي اسس وعمر بيك لطفي يترأس اول اجتماع، لانه ده النادي اللي دستوره مكتوب في عنوانه النادي للشباب المصري في مواجهه الانديه التي ارتدها الانجليز واعوانه نصا، فياتي الزعيم سعد زغلول. كل الحقائق التاريخية مكتوبة يعني، مش بننقلها سردا عن جدودنا. فيأتي ليترأس أول مجلس يعني رئاسة شرفية لليوم الأول أو للمجلس الأول، طب إيه بقى الكلام عن الوطنية؟ ثم يكون بيان النادي الأهلي بأنه يعني شرف أن السيد الرئيس يولي عناية لهذا المنتج، والسيد الوزير مشكور يعني أنه هو سأل عن الفرقة وعن البعثة في يعني 24 ساعة الأخيرة ماشي، لكن كمان في استقباله قالها صريحة الراجل برضه عشان نقول ما قاله، قال إن ده انتصار معنوي للكرة المصرية، لأنه ما فيش حاجة تانية الحقيقة يعني، ومن غير ما حد يزعل يعني، ما فيش حاجة تانية يعني. وما قلنا لهمش إن الأهلي مصر ولا الزمالك مصر، لكن ما هي معروفة من مصر. مين اللي بيمثلك يعني في المحافل الدولية؟ يعني واللي بيمثل مصر؟ ما انا بقول لحضرتك يعني في الاخر ما حدش بيطالب الانديه في كل العالم، ما انتش منوط بيك ان انت تشجع المنافس عشان هيضيف لدولابه بطوله، لكن كمان اذا كان جارك في فرحه يا تبارك له، يا اما تقفل البلكونه وتسكت يا عم، ما فيش مشكله يعني، تمتنع، ما حدش قال غير كده. لكن كمان ما تاخدش من ده ذريعه انه يبقى الفارق في ده هو يعني حوار لا يليق وإلقاء تهم جزافا وكذا طبعا. يعني بشكل غريب جدا يعني، تعصب، مفيش كرة ضايت الحقيقة، لكن كمان مفيش سبة ولعنة وشتمة وكسرة، مفيش الكلام ده خالص. انتوا ليه دايما الأهلي لازم يكون حاجاته صدفة؟ اصله الرعايه، هو لو مش عارف يوصل لك بيحاول ان هو يلجا للاساليب دي، حاجه معروفه يعني. ده اكتر يا جماعه، ده منتهى التاخير. الاهلي لولا على مدار تاريخه، لكن احنا دايما بنقربها لجمهورنا والقطاع الشبابي بينه، انه الاهلي المعاصر من الكاب صالح سليم رحمه الله المايسترو العظيم، واحنا جايين كده جيل ورا جيل يعني، لم يضبط يوم رئيس النادي الاهلي في كل العصور، وحتى محبوب الخطيب يعني زي ما الناس بتحب تقول له في مكتب لرئيس النادي مثلا، رئيس النادي يبقى عضو جمعيه بيخش يقعد مع اصحابه
بكتير، ولو هناك يعني نداء من السلطات التنفيذية في صورة مدير التنفيذي للنادي ومش أي مدير آخر، لأن كل دول بيتعاملوا مع المدير التنفيذي، مفيش أماكن مغلقة للسادة قيادات النادي الأهلي، هم فقط بيحققوا المعادلة إياها، إنه لو ينفع المية أو 110 ألف أو 80 ألف عضو يقعدوا عشان يطلعوا بقرار، ما كانوش انتخبوا 11 12 واحد يا جماعة. وفي النادي الأهلي هذا هو الحرص، ربما يسأل أحدهم أو تسأل واحدة يعني من البنات ولا السيدات في النادي الأهلي يتصادف وجودها مع رئيس المجلس، مش هقول مع النائب ولا أحد الأعضاء، تسأل عن حاجة أقول لها مكتب المدير من هنا يعني. وبالتالي سيستم يا جماعة هو تم توريثه وهو أصبح في جينات الحمراء. إيه اللي يزعل في كده؟ ده اللي فعلا بقالنا أكتر من 30 سنة وأكتر ولسه لا مش قادرين نوصله. صحيح. يعني مش قادرين نوصله. إيه اللي ممكن الأهلي يعمله؟ هل يتنازل طوعية كريم عن بطولاته وأرصدته حتى يلحق بك الآخر؟ يعني حضرتك كده جاوبت بشكل ضمني عن سؤالي اللي سألته لك من شوية، اللي هو رؤيتك لحال كرة القدم المصرية. أنا مستغرب ده يعني جزء كبير من الإجابة اللي حضرتك فضلت، لأنه الحقيقة ما فيش أصلا في 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 كل يعني نواميس كرة القدم المصرية مشروع يا جماعة. ولما يبقى الحديث عن مشروع تلاقيه إما أكاديميات اللي هي فرنشايز دي واللي بتبقى متاخدة بس يا دوب يعني زي اللي هي الحاجات الخيرية يعني، مفيش حد مضى عقد قدامنا كده مع المدارس الكبرى عشان تيجي تصرف في كل أفريقيا من زمان، آيكس وغيره بيروح يصرف عشان يطلع منتج هو أولى بيه أولا، لكن هنا كلها وتلاقي حمادة ومامي بتوقف التمرين تديله سكر نبات. يا سيدي موافقين بس قولوا لنا، لانه في قطاع من الناس ظروفها كده مش عايز الولد يبقى نجم كوره، لكن عايز يلعب كوره ويتعلم تعليم من تعليم الاكثر يعني انفاق وكذا، لكن ما تقوليش بقى وبعدين تروح جايب واحد اسباني ولا واحد طلياني يقعد اسبوع في مصر، طب هو هيزعل فيه؟ فيقول لك دي اكاديميه مان، دي اكاديميه مش عارف خريستو. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه معلش، هل المشكله عندنا في البيز؟ يعني انا بتكلم هنا ان انا ما عندي راس المال كاكاديميات دخلت، ما فيش اختبارات حقيقيه، هل قطاع الناشئين مثلا ليس على اعلى مستوى او على المستوى المطلوب؟ هي دي الازمات ولا ايه؟ مجاملات فعلا، لانه نحن لا ندير، نجيب جامعات عموميه عشان تقعد ونقعد نطرح عليها افكار، فيقول لك ايه هنحط اللائحه يا جماعه في كل العالم، في كل العالم طالما لعب كوره من يعني توب فايف لغايه يعني اهالينا في القاره ارتيريا بدام، لو هتلعب كوره بتكلم على ظروفهم الاقتصاديه لازم يترجم للغته وما يعملش اي حاجه غير كده، يخلى بقى منها المراهنات، يخلى منها اعلانات الخمور والدخان، حط بدلها بقى اعلان عصير قصب، المهم في الاخر ان النسخه تبقى دوليه مترجمه، مش البند الاول في اللائحه على ان يلعب كريم وناوند وصم مش عارف ايه بالليل والصبح ويستسلم ذلك كذا، مفيش دوري في العالم الرعاه بيلعبوا فيه كوره خالص، الرعاة إذا أرادوا أن يفوزوا بكل المكاسب عليهم النوم، إذا أرادوا صحيح هي إدارات نبه وشطرة بالفعل تقدر تلعب نسخة عالمية لغاية 10 سنين، هم في وقت من الأوقات فعلا بمنشآت وكذا استطاعوا إنقاذ الكرة المصرية، ربما في عهود سابقة ما كانش فيه إلحاح على المنشآت، لكن في النهاية أنت تستطيع أن أنت تحط اسمك على أندية شعبية بشراكة، احنا حتى بنقعد نقول لهم حتى ما تريده من اضواء هتلاقيها موجوده. هي يعني مش هقول سيطره ولا هيمنه رؤوس الاموال، بس مجرد دخول رؤوس الاموال في شكل بيزنس بحت، هل افاد كره القدم ولا ممنوع؟ انا اسف مش انا مش هناقش صح ولا لا، لا بيحصل في العالم انه كبريات الشركات بس طبعا بنعتبرها اعلانات، لما بتروح ما بتشتريش لعيبه يا جماعه وتعمل سور، اللي بيشتري بيشتري نادي لو زبون، علشان الزبون ولد يجيب لصاحبته مج والتاني يجيب بتاع دي امبريلا عشان المطره والتالت يشتري تي شيرت، وواحد عنده ظروف لطيفه جدا فيشتري بنوار، واحد يشتري تيكت سيزون، وبالمره يعرفوا ان عنده كريم لما بيتم التعاقد معاهم يا ترى بزنس التذاكر هيزيد ولا لا، هنبيع تي شيرت اكتر ولا لا، لكن هنا هم بيلعبوا لمين؟ ادي واحده. الثانيه هو بيجي منين غير المضاربة على اللعيبة؟ ثم هو ليه مصر ان هو يصعد فريق يلعب بوجبة وتذكرة؟
اولياء امور يقعدوا، احنا مش هنضحك على بعض، لان انت تقدر تستثمر في استادات. النهارده ايجار الملعب 150 الف جنيه في الماتش. تستطيع ان انت تستثمر في استاد، اعتقد ان في شركه عربيه كلنا بنفرح باهالينا العرب مستثمره في ملعب قد الدنيا في الدوري الانجليزي. كبار رجال يعني الاعمال العرب، والسيد منصور بن زايد يعني وهو شخص معرف في بلاده يعني من ال زايد، اشترى المان سيتي، ما اشتراش كل نجوم العالم وعمل سور وقال لك بس فريق زايد في الدوري الانجليزي. مش هيسمح لحد، مش هيسمح لحد. ما ده تجربه اتعملت مع بي اس جي، جاب لك نجوم العالم في كره القدم. لا يشتريهم حاجه هون، والاول في رخصه اسمها بي اس جي مخول لها، عندها زبون تبع له ثم ياتي. لكن السيد الخليفي بكل قدراته الماليه يا جماعه ما يقدرش يشتري خارج الميزانيه. برشلونه قال عشان استرد ميسي طبعا لابد ان اخفض عقود اللاعبين 200 مليون دولار. يعني حضراتكم لو انتوا اللعيبه بتوع الباريس سان جيرمان لازم يتخلى عنكم وعن غيركم وعن غيركم، او بس هم ما عندهمش ايه الحاجات اللي هي صوريه يعني، او يقول لك خلي العقد بدل 40 مليون هنخليه 5 عشان بس نمشي ونجيب لكم ميسي. لكن المدير الرياضي اللي هو بيبقى المدير الفني لمجلس الاداره في مواجهه المدير الفني للفريق قال يعني انا قلت للساده مجلس الاداره وللسيد لابورتا ان قدوم ميسي لو تدبرت الامور يجهز على غرفه الملابس. الناس بتتكلم في شغل حقيقي. قلنا لكم ادارات نبه بزنسكم الخاص والله العظيم ما يمشي، واللي عايز يعين قرايبه يعين، يعني نفس التفاصيل. طب اصلاح الحال يتحقق ازاي وامتى؟ قرار سيادي تتمنى انه يطن في ودنك بهذه الشراكه ما بين ما هو راعي وما هو نادي شعبي. الأندية يعني أنا أعتقد أنت يعني قديم زينا يعني ناوان لسه 18 سنة وعارف كويس قوي. أنا 34. طب زي بعض نسيت أنا شوية دول. شفت بقى. يعني وكان بيبقى يوم أخبر كرويا يعني على الأهلي والزمالك في المنصورة وفي السويس وفي مدن كثيرة جدا وفي كفر الشيخ لما صعدت فترات، يعني لأنه ده في الآخر عنده زبون، عنده بقالة بلاش سوبر ماركت، عنده لقندة المندرة بلاش فندق فايف ستار. شوف قد ايه بيزنس هيحصل. يبقى الاهلي بيشتغل على اعلى مستوى دائما لما يتكلم عن الانماء، لما يتكلم عن وجود مقر رابع في منطقة خاضعة للمطورين العقاريين ومن ثم يهناهم يسعدهم. في ناس منهم بطلوا الحجز لغاية ما الاهلي يفتتح المقر يا جماعة، يعني بطلوا الطرح طبعاً. وبالتالي لإعادة التسعير امتى نسمع قرار سيادي بهذا الزواج الرائع بين الرعاة؟ وتخيل انت الشركات، انا بس عشان احنا في النادي الاهلي مش عايز ازعل حد واقول اسماء، ده يلعب كرة ليه؟ ده كبير وهو اعلان هنا ثم يرعى منتخب السويس ويرعى كذا وماذا، وكلها شركات على تماس حتى مع بعض المحافظات في منتجها. خلاص بقى. هل اسابقى يعني كانت نهوان ده انا فاكر كنت انت بتتكلمي عن ملف ذوي القدرات الخاصه وكنت بتعلقي على ان كان في قبلها بايام كان في اكشن ما اتعمل، انا مش فاكر كانت تفصيلته ايه بس ليه علاقه بالسيد رئيس الجمهوريه وانت كنت بتشيدي انا فاكر كويس قوي وقتها بان لولا تدخل السيد الرئيس في هذا الملف اللي مش فاكر تفاصيله ما كانش الامور هتتحرك. ربما وجودهم في صوره فرق. هنفضل لغاية امتى في انتظار قرار سيادي من السيد رئيس الجمهورية شخصيا عشان الدنيا تتحرك؟ لان الموضوع خاص بالاقتصاد في حاجتين. الاولى انك ترحم الاقتصاد المصري من مال انت لا تعرف من اين ياتي بمنتهى الصراحه. ده مصر باجهزتها العظيمه دي يمكن بتقص بسرعه المال الفاسد وكذا. طيب ما جمهوريه الكوره عامله حاجه اسمها اللعب المالي النظيف اساسا، والا لا سمحت بقى للمستثمر ده على الاطلاق كل واحد يقول لك بفلوسي. السيد منصور بن زايد حين دبر مديره اعماله يعني 8 مليون استرليني من قرابه الاربع لخمس مواسم حتى يعني الدخل يوصل، عوقب النادي بايقاف القيد فتره صيفيه والتهديد بانه ما يلعبش شامبيونز ليج. ماشي استاذ عصام، انا عايزه بس اتاكد اني فاهمه حضرتك صح. حضرتك ضد فكره هنا يعني الانديه بتاعت الشركات، انديه الشركات انا مش ضد، ده ممنوع لو في الجمعيه دي ناس تملك الجراه بدل ما بيجوا على طولنا كاعلام. بس انديه الشركات عملت تنافسيه في الدوري الممتاز، حتى الدوري الممتاز عملت ايه حضرتك؟ في تنافسيه ايه يا استاذ؟ لا ازاي يعني، انا مش عايزه اقول اسماء بس انت عندك، لا في عندك دلوقتي ايه التنافس
اللي بيعمله؟ ايه التنافس اللي بيعمله؟ عم لما انا يبقى عندي ان هو يشتري لعيب ب 30,000 جنيه وبيغير ترتيبه في الدوري مثلا؟ مين زبونه؟ انا اسف في حاجه كجماهيره يعني؟ ما هو ده الزبون حضرتك، ما هو ده الزبون. الموظفين اللي في الكيان اللي بيحمل كم واحد عشان تغدق كل هذا ده حاصل في الوقت. فين دورك في التنميه في الاقتصاد؟ هو احنا بدعه؟ هو ليه في اوروبا ما بيعملوش ده؟ ليه الشركات دي ما بتلعبش كوره؟ ما تقولوا لي انتوا طيب. هل بناء على ليه المستثمر اللي بيجي هنا لما بيروح هناك بيشتري نادي مرخص له براس مال ما يقدرش يعلي عليه الا لما يعمل كابيتال انكريز؟ يعني حضرتك تقصد ان الانديه الشعبيه اولى بهذه الاستثمارات؟ مش اولى، ان ده انت الطبيعي تحط فيها هذه الاموال. يعني انا متاكد من اللي بقوله على مسؤوليتي اي خمسه من الجمعيه، وانا عشان كده اللي يجي بيشتكي لي منهم في العشر سنين الاخيره بقول له ما اعرفكش. حضراتكم لو قعدتوا ثلاث دقايق وبعتوا ايميل الدوري ده هيتعمل عليه اكس، وانا عارف انا بقول لحضراتكم يعني إيه. كان الاولى والاصح في الحاله دي ان احنا نعيد احياء الانديه القديمه اللي كان ليها شنة ورنة من قديم الازل زي المقاولين العرب وزي طبعا فرق كتير اسمها حتى اتنست دلوقتي طبعا. هل ده كان الاصح ان يتعمل عشان ده التطور اللي كان طبيعي يا كريم؟ يا كريم انت من العار ان انت تبقى في مدينه مانشستر وتشجع اخر الا في بيتكم يا حبيبي. لكن خلاص انت بتحب اي تيم اخر من البيج نيمز دي، لما يجي ملعبك انت رايح للمانشستر طبعا، انت رايح للارسنال طبعا. وبعدين نتفاهم بقى اتفرج على الماتش بقى بايه باعصاب بارده كما كان يحدث. كان اهل كل المدن في مواجهه الاهلي والزمالك محل، واغلبهم اهلاويه، ودي وقائع مش غريبه تاريخيا، لكن يبقى يحيي الاهلي ومروح بقى. طيب ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ السبب من وجهه نظرك تراجع الانديه اللي هي ليها جماهيريه، انديه جماهيريه، هل هي نقص في مثلا الصرف، هو محتاج دعم مادي معين فمش دعم، محتاج يخش الصناعه سيستم معين يعني؟ يعني زي ما قلنا المقاولين العرب كان زمان حاجه كبيره. لا ليه ولا حاجة، والكروم وعندك اسماء كتير. الكلام ده هيزعل بقى، ولا حاجه كبيره ولا حاجه. لا ازاي المقاولين العرب ما كانش هو يلعب ليه؟ انا بكلمك عن اقتصاد كره القدم في العالم، صناعه ولا احنا هنقول جمل بغبغانيه؟ لا صناعه، التجاره مؤخرا برضه. طب ما هو التجاره دي ما تعيش اوطان. التجاره دي تعين لاعب حماده وتوتو باتنين ونص، هل ده يبقى السوق المصري؟ بيحترفوا برده بره والله يا استاذ عصام، بيحترفوا يعني بالحقيقه، بيلعبوا في انديه يعني ذات راس ماله او شركاته بيحترفوا. مين هم؟ مين هم؟ ده انت يعني مش عايز اقول اسامي دلوقتي عشان اشعلان. لا قولي اسامي، ليه قولي اسامي يعني؟ بس مثلا انت بتتكلم دلوقتي مثلا عن نادي زد، ما هو نادي زد دلوقتي محقق حاجه كويسه. من ايتو زد ايه اللي محققه غير الحديقه؟ واضح ان استاذ عصام يعني بتكلم الموضوع، انا بتكلم لصالح وطني وبكلمهم عن مشروع هم بيحلموا بيه، انا بصحح وضعه بس. طب ازاي اصحح؟ ما ده اللي بقوله لحضرتك، ازاي الانديه الشعبيه حضرتك بتتكلم ان هي محتاجه كل الدعم، ازاي يتم دعمها لو انت بتتكلم ماديا وغيره؟ بصي حضرتك، بلد فيها واحد اسمه مصطفى مراد فهمي، ها مش عصام شلتوت بقى اللي هيفتي، بلد فيها واحد اسمه وان شريف حبيب، ها ناس قادت مسيرة. السيد مصطفى مراد فهمي أبا عن جد دي شغلتهم، أكنهم كده بيت حرفي. حتى عمرو الله يرحمه لما هو يصحح في أكثر من أعوام طويلة كل أنظمة الكاف، والفيفا على فكرة خدوا قهرا من الكاف عشان يصحح مسابقاته ويظبط كل المزيد. بلد فيها الراجل ده تقولي لي في ناس في خمس شارع الجبلية جم كده فجأة والمنافس بتاعهم كان رئيس نادي مركز شباب بولاق الدكرور؟ أنا راجل من واحدة من منطقة الهرم دي زي بولاق كده عشان بس تبقى عارف، قال أحسن حد يفكر إن أي يا لا 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 الهرم زمان كانت من أحلى المناطق على فكرة. لا بغض النظر أنا من نفس المناطق دي يعني، وبالتالي كل الحكاية يعني ده كلام يعني ده كلام. طب هاتوا الراجل يشرب معاكم فنجان قهوة، لكن كل شيء اقول لك ايه، سنضع مشروع للكره المصريه ان الفنكوش العظيم هيعمل كذا. يا جماعه ايه استاذ عصام؟ عارف تحس انه بيتكلم من قلبه. وبعدين حضرتك في كل اللقاءات كابتن سمير كان له محاولات للامانه، مهندس انا بريده اللي يعني دفعنا دفعا، اصبروا بس اصل احنا غير. لا مش مهندس انت كمان ما تلعبش في عقولنا، احنا غير ايه يا عم؟ احنا غير ايه؟ غير ازاي؟ احنا لدينا كل حاجه. واول ما تقول لهم السيد حسن فريد هيرزق في موسم من المواسم من 25 سنة كده بتاع تأبيدة من العمر، كانت الترسانة بسبب التحكيم وخلافه هتنزل. حد من أصدقائه راجل بيزنس وأخوه كان عايش في ألمانيا الله يرحمه مواطن ألماني وكذا، قال له إيه يا عم المقاولين، معلش بقى أهو مقاولين وإنبي وأعتقد فرقة كمان،
قال له يا عم ده وانا هجيب لكم مفاجاه مين اللي من حقه يلعب كدوري من الاسماء دي. تمام. ده في حاجه اسمها الماده 18. لمينا كده كنا يعني بداياتنا يعني وعاملين فيها برضو ان احنا مصر ان امي وكذا نتكلم معاه. الراجل بعت له شويه مكتبات ايام الفاكس اللعين والحاجات دي. فجاه قال للكابتن سمير، الكابتن سمير كان العلم نور برضو فيكتوريا كوليدج وده وعينه على الخارج يعني، وبالتالي قال له طب يا حسن تعالى. كابتن حسن امعانا في انه كان مضغوط قال له لا انت اللي تيجي واجيب خمسه سته من الجمعيه العموميه. جاء كابتن احمد شاكر الله يرحم الجميع والترسانه ما نزلش وخشى من ان ترحل الخمس ست اعضاء من الجمعيه العموميه الى الفيفا ان الدوري به ثلاث شركات على ما اذكر. هيتعمل عليه كده مش هزار ولا يقولوا بقى اصل زد حاجه حلوه ولاعب حماده. بغض النظر احنا انا ما بك... انت انا بقول لحضرتك دي ادارات نابهه جدا، دي ادارات تزكي بقيه القصه اللي انا بقولها. بس هو يلعب فوق ليه؟ عشان يعمل ايه؟ ولا اي حاجه. عشان يضارب على اللعيبه؟ انت عارفه يعني ايه يحطوا اعلاناتهم على المناطق تاني المحافظات؟ يعني بدل ما بتفرزي من ألف ولد من المدن ويدوبك يعني لو راح لغايه بني سويف ولا مدينه السادات او المنوفيه، هناك بتفرزي من عشرات طبع. الملايين طبع. من الاولاد كل يحمل حلمه، وبالتالي يرجع تاني نظام الكشافه اللي موجود في انجلترا والحمد لله لحسن يفكرها يقول لك انت تاني هترجع الكشافه. يا عم ده موجود، كانوا عاملين احلى شغل وبيكتشفوا اجمل. يا باشا دول يا باشا دول حتى الان اللي بيشتغلوا مع البيك كامباني بتاعت التسويق واللعيبه هو ده غايسين في افريقيا بكراها من جوعه، وتروح تلاقيه رايح يشوف الست اللي بتشيل العيال على الشال بتاعها ورا في حته كلها شجر واكواخ. ليه؟ لانه في 7-8 عيال هناك بيلعبوا كوره ممكن يطلع منهم ابو ركبه ودركبه طبعا وبيطلع عاده بس الركه على اللي يروح هنا بقى يعني. هنا بقى صحيح. على كل انا مش فاكر بس الكلمه باللغه كده بتتكتب تحت البراند يعني اللي هي خيري. أيوه. مش ماضي معاك ياسر. اصل ما فيش اكاديميه بتاخد فلوس في كل افريقيا، ما فيش اكاديميه اياكس وارسنال ما بياخدوش فلوس. لا بيصرف يعني ياخد فلوس من اللعيب يعني سواء الاطفال من الصغيره اللي بتيجي تشارك ما بتاخدش ما بتصرفش فلوس ولا ربع جنيه بياخدوهم كده فور فري. يا فندم طبعا فور فري ايه بيصرفوا عليه وعلى اللي خلفوه؟ طب هم هيصرفوا عليه على اي اساس؟ علشان موقع مع ولي الامر لسه ده صغير موقع مع ولي الامر وعامل عقد مع اتحاد الكوره تمام اكتشاف المواهب. اصل مش هياخدها منتخب تاني، هياخدها تلعب في انديه ومن ثم تبقى غانا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار دي اماره. وبالتالي يعني ايه اخد من الست الطيبه 70 جنيه والكابتن كرشه يعدي ياخدهم في ميكروباص ولا راح اوديهم لك؟ ده اللي مخلي فيه شبهه يعني اغراض تجاريه بحته ورا الاكاديميات دي. هنا بقى انا عايز استاذن حضرتك، هو ده القرار السيادي بقى. انا عايز استاذنك في حاجه نظرا لان احنا وقتنا في الفقره دي انتهى. يا ريت نسعد ونتشرف. لا ما ينفعش معاه فقره، ده عايز حلقه طبعا. من بدايه ال ما عشان كده لازم حضرتك مشكوره تيجي تنورنا مره ثانيه نكمل كلامنا. انا والله شوف اعملوني مكان ابات فيه ونطلع كل يوم الى ان نسمع هذا الصدى اللي انا متوقعه لان ده جاذب لرؤوس اموال. انا قلت لكم او الكلمه النهائيه، انت ليه عايز تستثمر بس في اللي بيشوط وتجيب ده ب 38 من غير ما نسال هيضيف للمؤسسه لخزنتك فلوس ولا لا؟ طب ليه ما بتستثمرش في استاد رغم ان اليوم بماتشين ب 300,000 وهتقدر تعمل جسم الاستاد مول وسينمات طبعا. ومناطق ترفيهيه طبعا. بس مش بالانترنس وكذا لا، للناس بقدراتها الشرائيه وبالتالي بتواكب الجمهوريه الجديده. بص يا استاذ انا اسف يعني ان انا ما كنتش جاهز لحاجات عايزين تسالوا ملف فيها كبير بس ده سر عظيم اكتر من كده بس للاسف هو الوقت اللي ضيق بس خلي بال حضرتك والاستاذه نوان انه ده سر عظمه الاهلي بقى. الاهلي في هذا المشروع عشان كده لما يحط يافطه اسمها الاهلي مش للبيع، لان اللي عايز يشتري بيكلمك انه عايز يستحوذ مش بيتكلم عن شركات وكذا وماذا. وبالتالي الاهلي مش للبيع لفرض. الجمعيه العموميه هنا يا جماعه انا اسف لاستنزاف الوقت اخر حاجه هناك ما هماش 140,000 يا جماعة، هناك هم 11 نفر وبيستقطبوا تقريبا من كبار الجمهور 4-6 زي الشركات هنا العظمى برضو لما يقولك ده ممثل العمال في المجلس أبو كرتونة وبتاع تمام. هم دول يا جماعة الجمعية العمومية، لكن انت جايب لي 50,000 يختاروا حد وتقول لك انا واهب الخير وانا اللي هوديهم المصيف والسيرك ومش عارف ايه. لا، كل ده محتاج نموذج الاهلي. عشان كده الاهلي
بالبلدي بيزق بالطوب. الحديث مش هيجيب نتيجه ان شاء الله. استاذ عصام بنشكرك على وجودك معانا النهارده. انا اللي بشكركم وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي والمالك الحقيقي للنادي جمهوره طبعا. على عظيم طبعا. ثقته والثقه اهي. ايوه مترجمه اهي حتى اهو. الكينج الاميره رجعت معاه فورا يعني. استاذ عصام للحديث بقيه وانا هاخد لو تسمح لي رقم حضرتك بعد الحلقه لان انا عندي يمكن احنا مختلفين في حاجه بسيطه بس انا عايزه اتناقش مع حضرتك في كام نقطه. ارجوك. اكيد انا هستفيد على المستوى الشخصي. ووعدتك يعملوا كل حاجه ويعين ابن اخته وتجارته تبقى احسن يعني بزنس يعني حتى الفوائد موجوده تخيلي بقى. اصل اوروبا مش ملائكه باجنحه. أيوة. بس بيشتغلوا عشان رؤيه الدوله الاقتصاديه. للحديث بقيه زي ما كنت بقول لحضرتك طبعا نورتنا يعني. شكرا يا استاذ. انا سعيد اني معاكم بجد. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم ونستقبل ضيفتنا العزيزه جدا الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه. خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الفقره دي هنتكلم فيها عن بطل افريقيا النادي الاهلي وعن بطل اوروبا مانشستر سيتي وتفاصيل كتير عن كره القدم العالميه مع ضيفتنا العزيزه اللي منورانا في الفقره دي الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه. صباح الفل عليك يا منى ومنورانا. اهلا بيك. ميرسي يا كريم. وصباح الاهلي بقى. صباح الهنا. صباح الهنا طبعا. ويمكن من المرات القليله اللي بيسمحوا لنا نفرح كده فوق 24 ساعة يعني. لا طبعا من حقنا نفرح ومن حقنا ان احنا كمان مش بس نفرح ان احنا نفتخر باللي احنا محققينه بالفريق بتاعنا محققه. منا الموضوع كان صعب وسألنا قبل كده احد الضيوف يعني قلنا له انهي نسخة كانت الاصعب على الاهلي. قال لنا هذه النسخة الحالية. تحديات كبيرة جدا واجهت النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين. تشكيك كبير جدا. بعض الاخطاء بعض الحاجات اللي كان عليها علامات استفهام التحكيم يعني بغض النظر لو بصيتي لكل الاجواء هتلاقي ان لا انت كسبتي بطوله مش سهله ابدا مع فريق طبعا كمان مش سهله ابدا. دي حقيقه يا نهاوند. دي من احلى البطولات الافريقيه اللي الاهلي حققها على مدار تاريخه. يمكن بعض الناس كمان مثلا بتقارن حلاوتها في حلاوه النسخه التاسعه او اللقب التاسع. بس دي حقيقه اللقب رقم 11 ده ما كانش سهل زي ما قلت يا نهاوند. كان في تحديات كبير كان في كبيره كان في علامات استفهام كتيره كان في خوف وقلق كتير سواء من التحكيم سواء من الاجواء هناك في المغرب خصوصا ان دي كانت النسخه الثانيه انها تتلعب في المغرب ونقابل نفس دي كانت قواسم مشتركه بين النسخه التاسعه والنسخه الحاليه اللي هي التفاصيل دي يعني انت بتقولي في ناس بتشوف ان لا لا انا بتكلم في فرحه اللقب. أوكي. مش بتكلم على الاجواء عموما بتاعت. ايه اللي بيدي لاي نسخه خصوصيتها دي حقيقة. بس يعني لما في بطولات كده يا كريم ما تتنسيش يعني. يعني لو سألت مثلا مشجعين أهلاوية على أحلى الألقاب مثلا اللي حققها الأهلي على مدار تاريخه مثلا بالنسبة لبطولات أفريقيا هتلاقيه دايما بيتكلم على التسعة هتلاقيه بيتكلم على الحداشر تلاقي مثلا العشرة دي واقعة خالص يعني. ممكن في نسخ سابقة قبل كده لمشجعين يعني بقى يعني صعوبة المنافسات هي اللي بتدي طعم لأي نسخة. أكيد 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 سواء صعوبة المنافس سواء لو كان غريم بالنسبه لك الظروف المحيطه للبطوله يعني. سواء في بطوله النسخه الحاليه اللي هي كانت قدام الوداد لان انت كان عندك بعض التحديات الكبيره اللي انت كنت محتاج ان انت زي تكسرها بحيث ان هي زي بعض اللعيبه لما اتسالت ان دي ممكن كانت بالنسبه لكم تبقى عقده فلا الاهلي هو اللي بيعمل العقده مش الاهلي هو اللي بيتعقد دي حقيقه. فكانت بالنسبه لك ان انت بتواجه نفس المنافس للمره الثانيه خد منك بطولتين قبل كده او خد منك نهائيين قبل كده فكانت هتبقى صعبه قوي ان انت تخسر قدامه لتالت مره. انها بتتلعب بره ارضك بتتلعب وسط الجمهور كلنا شفنا الجمهور والدخلات بتاعه الجمهور هناك كانت اجواء بالنسبه لنا احنا مثلا لو احنا قاعدين بنتفرج قدام التلفزيون ممكن تقلقنا ممكن توترنا ما بالك كمان بقى بيبقى اللعيبه نفسها في الملعب. جمهور الوداد تقريبا على مدار ال 90 دقيقه ما كانش بيبطل هتافات ما كانش بيبطل دعم للعيبه كل ده بيعمل ضغط كمان. شماريخ اللي ناس كتير شافت ان هي كانت نقطه تحول لصالح النادي الاهلي. بس اول ما الدنيا ظلمت فجاه بعد منها كان فعلا كام باك فعلا فعلا لان بعدها على طول مفيش انت بتتكلم في دقائق وبس. عندي سؤال ازاي الشماريخ دخلت يعني المفروض يكون في تامين قوي جدا وكبير جدا ما بنسالش الاسئله دي مش كده برضو خلاص هنعديها. بصي بقى منا عشان الوقت بيجري انا عايزه اروح معاكي هاخد من كلام او كلامنا انا وكريم مع استاذ عصام لان استاذ عصام كان موقفه يعني فيري كلير او واضح هو ضد رؤوس الاموال وفكره هنا الانديه بتاعت الشركات وضخ اموال والتاثير على الكره وغيره. وطبعا
طبعا رأي احترم جدا واكيد له منطقية. هروح معاكي لده بس هنقارنه بأوروبا شوية ومان سيتي، لان مان سيتي رأس الأموال كانت مؤثرة فيه بس بشكل إيجابي، وفكرة ان انت تتكلمي عن اول بطولة لدوري ابطال اوروبا حاجة كانت غير متوقعة، بس الناس ارجعتها الى ضخ الأموال اللي ساعدت بشكل كبير برضه. فتعالي بقى نبدأ من هنا. طيب خلينا لو هنبص على تجربة مان سيتي او تجربة الاستثمار الإماراتي في مان سيتي او مقارنة ببعض التجارب الاخرى مثلا زي باريس سان جيرمان او 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 تجارب تانية أوروبية اخرى، فهتلاقي ان تجربة مان سيتي هي انجح تجربة استثمارية حصلت صحيح. في اوروبا لحد دلوقتي صح. ومش عشان لقب دوري ابطال اوروبا، هي فعلا ناجحة بنسبة يعني مثلا ممكن نقول خلينا نقول بنسبة 90% لحد قبل اللقب. لقب دوري ابطال اوروبا طبعا هو اللي زينها اكتر، هو اللي حلاها اكتر، هو اللي جملها اكتر، لكن هي كانت كتجربه استثماريه فهي كانت ناجحه بكل المقاييس مقارنه مثلا بباريس سان جيرمان مثلا، لان حتى قوه الدوري الفرنسي غير قوه الدوري الانجليزي تماما. الامور مختلفه، التنافسيه مختلفه، وفرنسا احادي قطب الدوري عندهم يعني بالظبط بنسبه كبيره يعني. بنسبه كبيره، فالتنافسيه في الدوري الفرنسي مختلفه تماما عن التنافسيه في الدوري الانجليزي. فاحنا بنشوف انه في الفترة الأخيرة لا مان سيتي أو السبع السنين الأخيرة تحديدا حقبة بيب جوارديولا يعني مان سيتي مسيطر على الـ على على الألقاب المحلية هناك، لو مش دوري فبيبقى فيه لقب كاس يعني بتلاقيه وسط الـ الـ الأندية الكبيرة. فهي لا هي كتجربة استثمارية فهي نجحت بنسبة 100%. احنا نتمنى ان ده يتطبق في أندية أخرى في الوطن العربي، ونتمنى ان تجربة زي دي ممكن تبقى في مصر. بس هي المشكلة عندنا في مصر ان احنا هنا مش كل الأندية عندنا جماهيرية زي ما انت عندك شركات وجماهيريه. انت رايك بقى ان الاموال دي تضخ للانديه الجماهيريه وتساعدها على الصعود مره تانية للمستوى اللي كانت فيه سابقا، ولا بتتكلميها ازاي؟ بتكلم على انديه جماهيريه لان هي انديه اوريدي عندها جمهور، فهيبقى هتلاقي الاستاد مليان، هتلاقي فيه تشجيع، هتلاقي فيه تنافسيه، غير لما يبقى انديه شركات مفيش يعني جماهيرهم هم الموظفين بتوع الشركات. بالظبط هتلاقي نادي شركات بيلعب نادي جماهيري حتى لو هو تقيل جدا، حتى لو هو عنده أموال، حتى لو هو عنده لعيبة تقيلة مش هتلاقي فيه كسبان، بس مش هتلاقي فيه روح، مش هتلاقي فيه تنافسية، حتى الجمهور في الشارع مش هتلاقيه بيتكلم على النادي غير ان هو نادي أموال بس. صحيح. طب تعالي يعني ناخدك من مان سيتي للأهلي ونرجعك مرة تانية. طيب. دلوقتي بعد اللقب العزيز الغالي رقم 11 اللي أضيف مؤخرا لدولاب بطولات النادي الأهلي، نتج عن ده ان احنا ان شاء الله هنشارك للمرة الرابعة على التوالي في كأس العالم للأندية وللمرة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي. فكرة إن النادي الأهلي رايح جاي على طول على بطولة كأس العالم للأندية وكأنه الدوري المحلي بتاعنا، إلى أي درجة هذه المشاركات مفيدة بالنسبة للنادي الأهلي؟ زي ما انت قلت يا كريم كده، هي بقت بطوله معتاده مشاركه في كاس العالم للانديه، وكمان لما نظامها هيتغير في الفتره اللي جايه فان شاء الله باذن الله هيبقى الاهلي هيبقى مشارك فيها باذن الله يعني بنسبه كبيره. ده طبعا بيخلي او مش بيخلي، هو الاهلي اسم كبير يعني الاهلي فعلا مش عشان مثلا احنا بنتكلم في قناه النادي الاهلي او احنا مشجعين مثلا النادي الاهلي، لا اسم النادي الاهلي اسم كبير. لما بتيجي حتى أندية أوروبية أو أندية مثلا من فرق أمريكا الجنوبية بتشوف حتى مثلا هم رد اللعيبة مثلا المدربين ممكن يكون ما يعرفوش أسماء بعينهم، بس عارفين الاسم الأهلي، عارفين التاريخ بتاع النادي، عارفين النادي ده بيبقى مشارك في البطولة دي بصفة مستمرة، عارفين النادي ده واخد 3 برونزية كأس عالم أندية طبعا. فطبعا استمرارك في المشاركة في البطولة دي بشكل دائم او بشكل متتالي، فده طبعا بيعزز من قيمتك جدا، بيعزز من القيمه التسويقيه بالظبط كده، بيعزز من القيمه التسويقيه سواء للنادي سواء للعيبه سواء للمدرب كمان. هي بتبقاش عايده على النادي بس او مش بتبقى عايده على فرد بس، بتبقى عايده على المنظومه كامله. احنا تقريبا واصلين دلوقتي تقريبا 29 او 30 قولي ألف 30 مليون يورو صح كده تقريبا قيمه تسويقيه للاعيب تقريبا يعني 29 بوينت حاجه او 30 تقريبا مليون يورو. طيب خليني برضو انتقل معاكي لنقطه ثانيه، لان مهم ان احنا نحاول نفهم الموضوع بشكل عام. يعني انا دلوقتي ما اجي اتكلم على المنافسات المختلفه واجي اقول الاهلي واصل لاعلى تقريبا المكانه افريقيا ومحليا، طب انا ليه ما اقدرش ان انا اقول مثلا انا اللعيبه بتاعتي تنتقل للمرحله العالميه بقى
يعني مش بس افريقيا ومحليا، ليه ما اقولش مثلا ان انا ممكن من النادي الاهلي تحديدا يبقى عندي لاعب عالمي زي محمد صلاح؟ ايه اللي ينقصنا هنا بجد يعني وفي كلمه واحده؟ عقليه اللاعب نفسه. حلو ده، ازاي بقى؟ يعني عقليه اللاعب نفسه، فكره انه انا 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 عندي مثلا لعيبه في النادي الاهلي او ايا كان اسم التيم، انا عندي لعيبه موهوبه جدا، وهتكلم كمان على الشباب الصغيرين، ممكن ما يكونوش لسه مثلا فريق اول، تمام؟ انا عقليه اللاعب بتاعتي عامله ازاي؟ عقليه اللاعب بتاعتي انا طموحه ايه بقى؟ طموحه ان انا بس مجرد ان انا اصعد فريق اول، العب في الفريق ده واحقق معاه بطوله 2 3 وخلاص، ولا انا بفكر انه لا انا عايز اطلع او عايز اخد خطوه اوروبيه، خطوه اوروبيه كمان في نادي كبير، مش اروح نادي صغير بالظبط كده، واللي هو سنه 2 شهر 3 4 5 وارجع وبقى اسمي كنت محترف قبل كده بالظبط كده، او اسمي كنت محترف قبل كده في اوروبا. دي حاجه. حاجه تانية، اللاعب نفسه قبل ما يقدم على خطوه زي دي هو لازم يكون مهيئ نفسه، يكون كواليفايد، يعني هو يكون اصلا مؤهل نفسه لده. مثلا انا رايح دوري انجليزي او انا رايح دوري بلجيكي او رايح دوري فرنسي، انا مش متقن اللغه بتاعه البلد دي او مش متقن اللغه بتاعه المكان اللي انا رايحه. قبل ما اسافر او قبل ما اقدم على الخطوه دي لازم على الاقل اكون بعرف اتكلم، بعرف امشي اموري هناك على الاقل. انا مش لازم اكون بيرفكت، مش هيبقى مثلا زي العربي زي الانجليش مثلا لو هو عنده لغه تانية. في كذا لعيب مصري من المحترفين في الخارج واجهوا المشكله دي بالظبط، ودي مشكله اساسيه عقليتهم كتير حتى جداً. على التفاعل مع بقيه اعضاء الفريق جدا، وبترجعهم صح، بترجعهم تقول له انت رجعت ليه او انت كانت ايه سبب مشكلتك؟ اصلا عانيت بسبب مشكله اللغه. طب انت عانيت اتفاجئت بيها هناك؟ ما انت عارف ان انت هتروح هناك هيبقى في مشكله في اللغه، ليه مش بتعامل مثلا ان انا اظبط اموري من هنا، مثلا اخد كورس؟ مش عيب، لا طبعا مش عيب، لازم نطور بالظبط كده، اتقن اللغه بتاعتي، مش لازم اتقنها تبقى 100% او ان هي هتبقى لغتي الاساسيه، بس هعرف اتعلمها. ومحمد صلاح كان بيعرف يتكلم انجلش، كان بيعرف يتكلم ايطالي لما راح روما، لما راح بازل سويسري بالظبط، عمل ايه؟ حاول ان هو يعني يخلي اموره تتظبط هناك مثلا، عارف يعني ان هو الفكر الاحترافي بتقصدي بيه اللي هو ان انا يبقى عندي يعني الامكانيه او الاقتناع ان انا لازم اقعد اطور من نفسي، لا اكتفي بان انا هنا خلاص انا حاصل على كل حاجه، فانا بلعب لاعلى نادي او اكبر نادي في افريقيا، فانا مش فارق معايا قوي، يعني النظره اللي هي فيها طموح او تطلع بالزبط. دي شويه بتقولي ان هي مش موجوده بالظبط يعني. بالظبط دي مش موجوده. وبعدين هي الفكره برضو اللاعب نفسه الصغير كمان في السن هو لازم يبقى عارف ان هي الامور كلها مش مهاراته بس، او مش ان هو لعيب كويس بس، او ان هو لعيب تقيل بس، لا هو هناك لازم يكون يعرف يتاقلم على غربه، لانه هيبقى قاعد هناك مثلا صحيح. لوحده او معاه اهل او لازم يكون بيعرف يتقن لغه، امور كتير جدا هو لازم يكون مدركها قبل ما يسافر. طيب نخش على الدوري السعودي ولا عايز تعمل ايه؟ يلا بينا، ليه لا والدنيا والعب في السعوديه بالمعنى الحرفي الحقيقه، وابتدت تندع كمان اهو كريم بنزيما. بس اقول لك على حاجه، انا ما توقعتش ان ميسي هيرفض العرض خالص، ولا في اي حد طلع قال لك ان ميسي هيرفض العرض. انا ربنا نصرني. لا هو بنسبه كبيره هو فعلا العرض اتقدم رسمي، وميسي فعلا كان بيفكر في العرض، والعرض كان خيالي فعلا ما يترفضش يعني، وكان وصل ل 600 الاول، كان الكلام على 450 كده، سمعنا رقم 600 مليون اتقال. ففعلا هو كان عرض خرافي خيالي، حاجه فعلا ما تترفضش، بس هو ما راحش انتر ميامي ببلاش يعني، لا ده الاوفر هناك. بصي الفكره دلوقتي بقت نمط حياه اللعيبه كبار السن بقى، لا كمان مش ده يعني، مثلا ميسي، رونالدو، بنزيما، اي لاعب دلوقتي كبير في السن، او تحديدا خلينا نتكلم على ميسي ورونالدو، اعتقد انتقالهم سواء رونالدو للدوري السعودي، ميسي للدوري الامريكي الانتر ميامي، الموضوع دلوقتي بقى صناعه كره قدم، ما بقاش لعب احترافي، او هو رايح عشان يلعب عشان ياخد بطولات او هم استكفوا بطولات خلاص يعني، خلاص هو بالنسبه لهم خدوا كل حاجه تقريبا يعني. فالموضوع دلوقتي بالنسبه للاثنين بقى صناعه كره قدم، بقى استثمار،
والاثنين بيفكروا في ان هم يمتلكوا نوادي في وقت. دي حقيقه دي حقيقه، وده كان يعني ده اتقال في العرض بتاع ميسي بتاع انتر ميامي ان هو مستقبليا هيمتلك. وحتى كريستيانو رونالدو على فكره في حوار صحفي ليه مؤخرا قال انه برضه بيفكر جديا في انه يمتلك نادي، وقال انه بيفكر يمتلك نادي في السعوديه اصلا. اه يعني هو قال كده فعلا. على كل الاحوال احنا الوقت طار معاك يا بنت للاسف، معلش يا النهارده الحلقه يعني تتعود ان شاء الله. لازم انت كده كده يعني مش ضيفه ان ده مكانك، فيعني نعوضها ان شاء الله. يا منى نورتينا بجد. ميرسي يا نهاد. حابه تاخدي معاكي الكاس بدل ما تروحي عليه في البيت ايدك؟ لا ده مكانه معروف يا بنت. نورت الدنيا يا منى، نشوفك على خير باذن الله. واكيد بنشكر كل حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل.